بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا متابعي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم في مباراة الثانية في البلاي أوف بيست أوف 3 بين نادي الأهلي ونادي الزمالك. المباراة الأولى كانت أمس وانتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث أشواط مقابل شوط. النهاردة إن شاء الله فريق النادي الأهلي يحقق الفوز، وهنحتكم بعد كده للمباراة الثالثة غدا إن شاء الله. يسعدني أن أكون معكم حمد السيد معلقا وواصفا لهذا اللقاء القوي في بطولة كرة الطائرة للرجال 2022-2023. التقى الفريقين قبل كده في البطولات المختلفة، دوري وكاس وسوبر، تقريبا ست مرات. فاز النادي الأهلي في ست مباريات، والمباراة السابعة كان النادي الزمالك فاز أمس، واليوم المباراة رقم 8. أو ست مرات فاز النادي الأهلي وخمسة ومرة واحدة بس فاز نادي الزمالك، واليوم مباراة رقم 7. إن شاء الله نشوف مباراة قوية للنادي الأهلي وتليق بالكرة الطائرة المصرية. في انتظار بداية اللقاء، حكام لقاء هذا اليوم حكم أول كابتن أيمن كابتن وليد الخشن، حكم ثاني كابتن محمد منير، وهذه فريق أو جهاز الفني للنادي الأهلي، والحكم الاحتياطي كابتن أيمن الذهبي، والتشالنج كابتن ناصر حمدي، والمسجل سيف عاطف، ومساعد المسجل أحمد بدوي. أما الخطوط التي تبدأ من يمين الحكم الأول، حكم أول أو خط أول محمد بدوي، خط ثاني عصام يحيى عصام، خط ثالث محمد نبيل، خط رابع سعيد أسامة. في انتظار بداية اللقاء هنشوف الإرسال هيكون مع مين. كابتن محمد منير لسه ما ظهرش عشان هياخد اديو. كابتن محمد نير قدامنا اهو داخل يشوف ترتيب دوران الفريقين داخل الملعب عشان يدي اشارته للكابتن وليد الخشن. الجهاز الفني للنادي الاهلي عفوا كابتن محمد مصلحي مدير فني، وتامر مجدي مدرب عام، ومحمود جمعه مدرب، خالد ابو زينه مدير اداري، اللواء والدكتور يا فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، والدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، واحمد سعيد محلل تقني، وحسام مدلك، واحمد رشاد مهمات. اما فريق نادي الزمالك فالجهاز الفني طبعا بعد رحيل كابتن شريف الشمرلي بيتكون من كابتن احمد عاشور مدرب عام والقائم باعمال المدير الفني، وليد عبد العال مدرب مساعد، احمد شعلان مدير اداري، حسن عبد الرازق اداري، هاني سمير محلل تقني، احمد سعودي الدكتور احمد سعودي طبيب الفريق، والدكتور عبد الرحمن بسيوني علاج طبيعي، وحاتم انديل اخصائي تدليك، وسعيد ابو العيله للمهمات. ارسال مع النادي الاهلي مع كابتن رقم 18 احمد سعيد ابو ايد حديد وقلب حديد على الارسال. بدايه الكره الاولانيه في الشبكه ونقطه الاولى لصالح النادي الزمالك. طبعا لسه بدري على الكلام اللي احنا بنقوله ده والتحديد النتيجه، لان دي لسه بدايه اللقاء، لسه اللعيبه ما دخلوش في اجواء اللقاء. في انتظار البدايه. ارسال للنادي الزمالك، ياسين على الارسال معد الفريق، استقبال من يوندر جارسيا، تترفع لويجي، يحط كره حلوه لويجي من المركز 4 في مركز 1، ياخد بيها النقطه الاولى لنادي الاهلي 1-1. طبعا لاعب رقم 6 للنادي الاهلي لويجي او راندازو لويجي من ايطاليا، والليبرو يوندر جارسيا من كوبا، دول المحترفين لنادي الزمالك. اما لنادي الاهلي، اما نادي الزمالك فعنده كانسن اوكباي المحترف التركي من اصول نيجيريه. ارسال للنادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي، ارسال استقبال جيد، اعداد سهله تعدي من رشاد شيب، تاني كره مع النادي الاهلي، احمد صلاح، محمد رضا، لعبه وقويه من رضا هيكل تيجي في ايد احمد سعيد، تاتش اوت تخرج خارج الملعب، والنقطه رقم 2 لنادي الزمالك. 2-1. ارسال يعود لاحمد عفيفي، احمد يوسف عفيفي لاعب نادي الزمالك رقم 11. احمد يوسف ارسال سبايك من اعلى، استقبال جيد من احمد سعيد، اعداد خلفي من حسام، يحطها حلوه سهله، محمد عادل داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 2.
تعادل 2-2 مباراة أمس يعني كانت قوية جدا بين الفرقتين. نتمنى اليوم تكون مباراة جيدة لعشاق الكرة الطائرة ونشوف فوز النادي الأهلي ويحتكموا إلى مباراة ثالثة غدا إن شاء الله. أحمد صلاح استقبال جيد من لعبة، إعداد من ياسين للعبة مرة ثانية، لكن دفاع جيد من أحمد صلاح. تاني كورة يوندر يعديها سهلة ولكن من خارج الملعب، و3-2 كورة خارج الحد الجانبي، العصا الهوائية للملعب، العصا الهوائية خارج الحد الجانبي أو في آخر الخط فهي خرجت خارج الملعب، ولعبة على الإرسال محمد مصطفى لعبة لاعب النادي نادي الزمالك رقم 22 ولا ده رشاد شبل. استقبال من أحمد سعيد يحطها حلوة حلوة، حسام يوسف يسقط كرة حلوة قوي بخداع على الشبكة داخل خط التلت في مركز 2، ياخد بيها نقطة رقم 3 وياخد لويجي راندازو رويجي لاعب نادي الأهلي رقم 6 المحترف الإيطالي الإرسال. لويجي إرسال سبايك من أعلى ولكن خارج الملعب، لعب الكرة برست إيد مفتوح ولكن في الأخير نقطة لنادي الزمالك ورضا هيكل على الإرسال لاعب نادي الزمالك رقم 17 رضا هيكل. إرسال قوي من رضا، استقبال من يوندر، إعداد خلفي لأحمد صلاح. يا ولد يا ولد يا صلاح، كرة قوية قوية الفتى الطائر لنادي الزمالك نادي الأهلي أحمد صلاح، وطبعا معاه أحمد سعيد أيضا فتى طائر، وأربعة أربعة كرة قوية من أحمد صلاح، وده اللي احنا متعودين عليه من أحمد صلاح. هذه كرة مرة ثانية، حسام يقلب الملعب حلو قوي لأحمد صلاح ويحط كرة قوية داخل الملعب ياخد بيها النقطة رقم 4. تاني كرة ياسين لرضا هيكل من المنطقة الخلفية قوية تطلع من أحمد صلاح تيجي في حسام يوسف ويعديها تاني أحمد صلاح، برافو. تاني كرة ياسين قوية حلوة للمرة التانية أحمد صلاح ولكن في لمس شبكة على لاعب النادي الأهلي رقم 5 عبد الرحمن الحسين. هارد لك يا عبد الرحمن، نركز بس شوية. ادي كرة مرة تانية، أحمد صلاح يعدي كرة بعد ما جاب ديفنس هايل هايل أحمد صلاح. 5-4 محمد مصطفى كامل على الإرسال لنادي الزمالك، لعبة إرسال سبايك من أعلى قوي، استقبال جيد من أحمد سعيد، إعداد من يوسف أحمد سعيد مرة تانية يا ولد، يطلعها محمد رضا، لعبة أحمد يوسف يحط كرة حلوة أحمد يوسف حقيقة، لف ريست إيده من جنب إيد حائط الصد الثلاثي للنادي الأهلي، وكان يوندر جارسيا واقف على كعوب رجليه ما اتحركش ما عملش فوت ورك وما كانش قافل بعد حائط الصد زي ما حضراتكم شايفين، واقف ورا حائط الصد على طول. هارد لك 7 أو 6-4 لعبه تاني ما زال ارسال. ارسال سبايك استقبال من احمد سعيد لريوندر جارسيا لاحمد سعيد مره ثانيه ويا ولد يا احمد قويه تيجي في صدره، لعبه وتعدي سهله للنادي الاهلي عبد الرحمن احمد يوسف. ثاني كوره نادي الزمالك ياسين احمد يوسف حلوه ولكن جوه الملعب في اخر الملعب في مركز 5 من جنب ايد حائط الصد، كابتن وليد الخشن والكابتن مراقب الخط الاول محمد بدوي زي ما حضراتكم شايفين، كره جوه فعلا في مركز 5 والنقطه الاولى او النقطه رقم 7 لنادي الزمالك. ثاني لعبه في انتظار الكره، محمد مصطفى كامل على الارسال لنادي الزمالك، كابتن وليد الخشن انت اشرته للعب الارسال. سال سبايك مره ثالثه قوي تيجي في الشبكه يطلعها لويجي، حسام يوسف اعداد خلفي لاحمد صلاح يا ولد يا ولد يا احمد يا صلاح، وهارد لك تيجي في محمد مجدي حائط صد وتنزل داخل ملعب النادي الاهلي، و8-4 اربع نقاط فرق كتير بين الفرقتين وما زال لعبه او محمد مصطفى كامل لاعب نادي الزمالك رقم 22 على الارسال، وادي الكابتن احمد عاشور
يتحمل مسؤوليه، ويطلب كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي الوقت المستقطع الاول ليه في الشوط الاول. عايز تلبس ايه؟ عايز تلبس؟ خلينا في واحده يكون مستعدين ومناسبين. المره الجايه انتهى الوقت المستقطع ونزلوا فرقتين ارض الملعب. ارسال ما زال مع محمد مصطفى كامل لنادي الزمالك و8 4 للكابتن ميدو، بيفكر هيعمل ايه وهنشوف توجيهاته داخل الملعب بعد التايم اوت الوقت المستقطع. لعبه تادي يوندر جارسيا محترف الكوبي في صفوف النادي الاهلي. سال سبايك سهله، استقبال جيد من احمد سعيد، ياخدها مره ثانيه. يا ولد يا ولد يا ولد يا حسام، حلوه من حسام يوسف ليه لاعب رقم خمسه لنادي الزمالك عبد الرحمن سعودي، النادي الاهلي عفوا عبد الرحمن سعودي، يطلع يحط كره حلوه قوي قوي داخل الملعب من بين يضحى صد ام بتين، ياخد بيها النقطه رقم خمسه، وياخد حسام يوسف الارسال بعد الاعداد الجميل اللي عمله اللي فات. حسام ارسال قوي من حسام، واستقبال من لعبه لمحمد رضا، يرفعها رضا هيك المنطقه الخلفيه في مركز اثنين ويحطها قويه، تلمس ايد يوندر جارسيا وتخرج خارج الملعب. 9-5. قبل هذا اللقاء اقيم اللقاء الثاني في اليوم الثاني للبليس البلاي اوف بيست اوف 3 بين نادي قرايه، المباراه الثانيه 3-1 زي المباراه امس، 3-2 عفوا زي امس، ويحرز المركز الثالث والميداليه البرونزيه. عبد الرحمن سعودي لاحمد صلاح يعديها سهله، رضا هيكل ياسين واحمد يوسف. يا ولد يا احمد يوسف يا ولد، يا لاعب على التاتش ان داخل الملعب حطها جت في ايد احمد سعيد وتنزل جنبه في مركز اثنين، ياخد بيها نادي الزمالك النقطه رقم 10 ويزداد الفارق. ان شاء الله هنشوف لعيبه النادي الاهلي هيقدروا على تعويض هذا الفارق. محمد مجدي ارسال لنادي الزمالك. عرفنا مين بس اللي مين لقطع على مين. محمد مجدي من الجانب الايسر من الملعب. مجدي سال، استقبال جيد من احمد سعيد. يوندر او ليجي لاحمد سعيد مره ثانيه قويه، يا ولد يا احمد بقوه جدا، تاتش اوت في ايد رضا في ايد رشاد شبل، ونقطه رقم 6 للنادي الاهلي، ياخد احمد سعيد النقطه والارسال. كره قويه تيجي في ايد رشاد شبل وتخرج خارج الملعب. احمد سعيد يلا ابو حميد، ارسال استقبال جيد من لعبه لياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل، ودفاع جيد من محمد رمضان، ولكن تخرج خارج الملعب. هارد لك يا رمضان، والنقطة رقم 11 لنادي الزمالك 11-6. ارسال ياسين على الارسال. ياسين محمد. يلا 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 يلا. انت شوية افتح وشوية اقفلني. استقبال جيد، اعداد وكرة سهلة من عبد الرحمن سعودي. يا ولد يا ولد يا ولد على التصرف. حط كورة، كورة كانت مزنوقة وجت وراه شوية لكن سقطها خلف حائط الصد، ياخد بيها ادي الكوره مره ثانيه ايه يحطها، ما يلحقهاش لا ياسين ولا رضا هيكل، ونقطه لصالح نادي الاهلي و7 11. عبد الرحمن على الارسال، استقبال من محمد رضا، قويه من احمد يوسف تيجي في ايد حسام يوسف وتخرج خارج الملعب. هذه اشاره الكابتن وليد الخشن، تاتش اوت، والنقطه رقم 12 لنادي الزمالك. احمد يوسف عفيفي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال جيد من لويجي ولكن تعدي ملعب نادي الزمالك، سقطها لعبه تاني لويجي قويه ولكن تلمس ايد حائط الصد وتخرج خارج الملعب، تاتش اوت، ونقطه لصالح النادي الاهلي 8-12.
احمد صلاح ارسال، ادي كوره تاتش في ايد حائط الصد وخارج الملعب. يلا ابو حميد، احمد صلاح سرب قوي من احمد هارد لك في الشبكه و13 8. ياخذ رشاد شبل للارسال لنادي الزمالك. ارسال موجه استقبال من احمد سعيد، يوسف لويجي قويه حلوه بيطلعها ياسين مره ثانيه للنادي الاهلي. حسام يوسف عايز يسقطها ولكن حائط صد من اللعبه جيد، لويجي يحطها بايد الشمال تصرف كويس، ياسين ياسين وحشه اللعبه وياخدها حائط صد جيد جدا من محمد عادل وحسام يوسف، تيجي في ايد دولا وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك، تطلع من ياسين لكن كره محموله على ياسين. 9 13 لويجي ارسال من اعلى مع الوسط سبايك ولكن في الشبكه شاطها بعد ما نزلت ونقطه لصالح نادي الزمالك 14 9. رضا هيكل ادي كابتن ميدو بيفكر في تصرف في الملعب، وادي الكابتن احمد عاشور. رضا هيكل خارج الملعب من رضا هيكل، نقطة لصالح النادي الأهلي 10 14. ياخد محمد عادل دولا الإرسال سنتر بلوك نادي الأهلي 110 سنتي محمد عادل، وكان معاه عبد الحليم عبو إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة من الإصابة 112 سنتي. كرة قوية من لعبة لكن حائط صد جيد من أحمد من حسام يوسف مرة ثانية وخارج الملعب من لعبة ونقطة لصالح النادي الأهلي 11 14. محمد عادل على الارسال ما زال للنادي الاهلي. يلا يا دولا ارسال موجه ولكن خارج الملعب بقوه زياده من محمد عادل، تخرج خارج الملعب ياخذ بها نادي الزمالك النقطه رقم 15. لعبه على الارسال لنادي الزمالك محمد مصطفى كامل، ارسال ما زلنا في الشوط الاول حتى الان مشاهدينا الكرام، استقبال جيد من محمد رمضان لحسام يوسف قويه حلوه حلوه يا ولد يا ولد، مين احمد سعيد يا ولد طلع حط كره قويه جدا من مركز اربعه داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 12 وياخد حسام يوسف الارسال. حسام معد فريق النادي الاهلي. يلا حسام سال سبايك موجه لمحمد رضا، ياسين قويه يا ولد يا ولد يا ولد، حائط صد قوي جدا من احمد سعيد وعبد الرحمن سعودي، تيجي في ايد عبد الرحمن سعودي وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. ادي كوره مره ثانيه كره قويه من محمد مجدي ولكن عبد الرحمن سعودي برافو داخل الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي 13 15. حسام ما يوسف ارسال مرة ثانية موجه لعبة ياسين لأحمد يوسف عفيفي وحائط صد ولكن خارج الملعب يا عبد الرحمن يا سعودي، وادي كابتن ميدو بيقول له خلاص الكرة خارج الملعب أنا شايفها بره، نركز في الملعب و16 13 ومحمد مجدي على الإرسال لنادي الزمالك. مجدي ارسال موجه يطلعها لويجي لعبد الرحمن سعودي لاحمد صلاح قويه يا ولد في حائط الصد لكن مره ثانيه رضا هيكل وحلوه من ياسين لاحمد يوسف عفيفي يطلع يحطها من جنب ايد حائط الصد الفردي داخل الملعب من مركز اربعه بين مركز اربعه وخمسه في ملعب النادي الاهلي. 17 13 محمد مجدي ارسال لنادي الاهلي نادي الزمالك، وادي كابتننا احمد سعيد نجم نادي الاهلي
تاني كرة، استقبال جيد، اعداد، ياخد الكرة احمد سعيد، يا ولد يا ولد يا ولد احمد سعيد ابو ايد حديد يا ولد، يطلع يحط كرة حلوة قوي بعد ما استقبلها كرة اولى لحسام يوسف، يرجعها له مرة تانية في مركز اثنين، يطلع يحطها داخل الملعب، ياخد بيها النقطة والارسال والنقطة رقم 14. كابتن عبد الله عبد السلام يعني بيحمسه شوية وبيشجعه. 14-17 لسه بدري. احمد سعيد ارسال، استقبال مش مظبوط من لعبه، يطلع احمد يوسف يسقط كره ورا الملعب في اخر الملعب، ما فيهاش احمد سعيد من فوق ايد حائط الصد، ياخد بيها نادي الزمالك النقطه رقم 18-14. ارسال لياسين محمد معد فريق نادي الزمالك. ياسين ربنا انا ما عارف انا ثلاثة من أربعة. استقبال جاي من محمد رمضان، اعداد من لويجي لاحمد صلاح، يا ولد، ولكن تخرج خارج الملعب بدون تلامس بدون تاتش خارج الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 19-14. شايف في تغيير للنادي الاهلي، هنشوف مين هينزل. احمد عزب ولا عصران، نزل اللاعب رقم 8 لنادي الزمالك عبد الرحمن الحسيني مكان لويجي، وياسين محمد على الارسال لنادي الزمالك، ونتيجه في الشوط الاول حتى الان 19 الزمالك 14 النادي الاهلي. استقبال من احمد سعيد، حسام يوسف لاحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا صلاح، هو ده صلاح اللي احنا نعرفه، كره حلوه وقويه من مركز اربعه لمركز أربعة المقابل، كرة قطرية جميلة ياخد بيها النقطة رقم 15، وياخد عبد الرحمن الحسيني الإرسال لنادي الأهلي. عبد الرحمن إرسال موجه، استقبال من اللعبة، ياسين إعداد خلفي في مركز اثنين لأحمد يوسف، تاتش أوت في إيد أعتقد اللاعب رقم 8 عبد الرحمن الحسيني، تاتش اوت خارج الملعب، ياخد بيها نادي الزمالك النقطه رقم 20. حتى الان الفارق يتراوح ما بين اربع وخمس نقاط، وده يعني كتير قوي على النادي الاهلي ان يكون في الفرق ده كله. اعتقد هيكون في توجيهات من كابتن ميدو في بقيه هذا الشوط وبدايه الشوط الثاني. استقبال من عبد الرحمن الحسيني، احمد صلاح قويه قويه في ايد رضا شبلي، وتنزل داخل ملعب النادي الاهلي 21-15. الوقت المستقطع الثاني لكابتن ميدو اعتقد، ولا في تشالنج ولا ايه، هنشوف في تشالنج طلبه النادي الاهلي تقريبا، نشوف نتابع مع حضراتكم. كابتن مير عند الشاشه بتاعت التشالنج، كابتن محمد منير في انتظار التشالنج اللي طلبه الكابتن محمد مصلحي. ما زلنا حتى الآن في انتظار نتيجة التشالنج. طيب كابتن ميدو منتظر. وفي الخلفية كابتن اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري لفريق النادي الأهلي. كابتن ميدو بيقول ان في لمس شبكه، هنشوف شبكه اتهزت. لمس شبكه على لعبه محمد مصطفى كامل، وفعلا النتيجه 16-20 لصالح نادي الزمالك في الشوط الاول. نقطه للتشالنج اتحسب لصالح النادي الاهلي، لمس شبكه على محمد مصطفى كامل، لعبه
رقم 22 لنادي الزمالك. احمد صلاح على الارسال، برافو كابتن ميدو. احمد صلاح سهل سبايك من صلاح، سهل شمال من محمد رضا، ولكن تيجي على الشبكه هديه حلوه لعبد الرحمن سعودي، يطلع يحطها قويه داخل الملعب، ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 17. ارسال من احمد صلاح، يستقبلها محمد رضا بطريقه مش منضبطه، ترجع لنادي الاهلي عبد الرحمن سعودي على الشبكه في مركز اربعه، يطلع يحطها قويه داخل الملعب، ياخد بيها نقطه رقم 17 17 20، وياخد احمد عاشور كابتن وكابتن نادي الزمالك احمد عاشور المدير الفني الوقت المستقطع الاول ليه في هذا الشوط. يلا شباب، يلا يا شباب، سمع الله. احمد صلاح ارسال لنادي الاهلي ونتيجه 17 20، فارق تقلص لنقطتين زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي قادر على العوده. احمد صلاح استقبال واعداد جيد من رضا هيكل في ايد حائط الصد داخل الملعب، تاتش ان ونقطه لصالح نادي الزمالك 21 17. رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، موجه لعبد الرحمن سعودي، استقبال مش مظبوط، وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك، استقبال غير جيد من عبد الرحمن سعودي في الكره اللي فاتت، لكن يعني هارد لك يا عبد الرحمن. 22 17، ويطلب كابتن ميدو الوقت المستقطع الثاني والاخير ليه في هذا الشوط. هنشوف تعليماته وهتنفذ ازاي على ارض الملعب من خلال اللاعبين. المستقطع فرقتين داخل ارض الملعب. شباب بيقول لي انتوا مش عارفين تخشوا تاني ليه؟ فبقول له بص معانا ايه؟ يلا رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، اللاعب رقم 9. استقبال من عبد الرحمن سعودي، حسام يوسف قويه لمحمد عادل، شوتها قويه جدا ولكن حائط صد من محمد مجدي، تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك والنتيجه 23 17. ما زال رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من عبد الرحمن سعودي، اعداد خلفي لاحمد سعيد. يا ولد يا ولد يا ولد، برافو حسام يوسف، برافو احمد سعيد، كره قويه من سنتر او من مركز 6 من المنطقه الخلفيه، يحطها احمد سعيد في مركز 1، ياخد بيها النقطه رقم 18، وياخد عبد الرحمن سعودي ولا مين؟ عبد الرحمن سعودي على الاساس. استقبال من لعبه مش مظبوط، محمد رضا اعداد خلفي لمحمد لحم رضا هيكل، ويشوط كره قويه تاتش في حائط الصد، وتنزل يحاول عليها محمد رمضان، ولكن في الاخير ما تطلعش، ونقطه لصالح نادي الزمالك ورضا هيكل على الارسال. 24 18، جيم بوينت لصالح نادي الزمالك. شايف كابتن احمد عاشور هيعمل تغيير، هينزل كانسن الباي المحترف التركي في صفوف نادي الزمالك الاصول النيجيريه عشان يعلي الشبكه مكان ياسين محمد. عايزين نشوف كابتن احمد عاشور. رضا هيك الارسال لنادي الزمالك 24 18، جيم بوينت نقطه الشوط لصالح نادي الزمالك. ارسال قوي ولكن خارج الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي 19 24. محمد عادل على الارسال لنادي الاهلي، لاعب رقم 10، لاعب مركز 3 سنتر بلوك. محمد عادل من منتصف الملعب، استقبال من لعبه لياسين للعبه مره ثانيه في حائط الصد، محمد رضا، ياسين اعداد خلفي لرضا هيكل قويه قويه، تيجي في صدر محمد عادل وتنزل
داخل ملعبه يفوز النادي الزمالك بالشوط الاول 25-19. مشاهدينا الكرام، شوط اول حتى الان لنادي الزمالك 25-19، اللي يعني ان شاء الله النادي الاهلي يعوض في الشوط الثاني. هنشوف نتابع مع حضراتكم ما سيسفر عنه. لكن في حاجه في الملعب، مش نقطه ولا ايه بالظبط؟ مسلمين تشالنج ولا ايه؟ اللي فاتت هنشوف. بيقول ان رضا ممكن يكون دافع الخط، ولكن هنتابع مع حضراتكم ان رضا من المنطقه الخلفيه. رضا منتظرين، هنشوف لمس الخط ولا ما لمسه. لا، ده لعبه دخل ملعب النادي الاهلي، هتتحسب نقطه للنادي الاهلي. يبقى ما زلنا حتى الان، برافو ميدو يعني المره الثانيه يصدق او تصدق رؤيته. 20-24. محمد عادل ما زال على الارسال. ارسال، استقبال جيد من لعبه، اعداد من ياسين، ثاني لعبه في اتحاق الصد، وبرافو برافو احمد صلاح، طلع كوره يعني شبه ميته وفي الاخير يضيعها عادل في الشبكه، ونقطه يفوز نادي الزمالك بالشوط الاول 25-20. اعتقد كابتن ميدو هيكون ليه راي ثاني في الشوط الثاني، لان يعني مش ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. اتمنى ان النادي الاهلي يعود للقاء ويفوز باللقاء عشان نشوف مباراه ثالثه بكره، ويكون في فرصة للفوز بالدوري للمرة الثانية أو للمرة الأولى بعد سنتين أجاف للنادي الأهلي في السنتين اللي فاتت. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى مع الشوط الثاني في اللقاء الثاني في البيست أوف بلاي، البيست أو بلاي أوف، البيست أوف 3 بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، والنادي الأهلي ونادي الزمالك على بطولة الدوري العام موسم 22-23. المباراة دي المباراة الثانية، إذا فاز الأهلي إن شاء الله هيفوز ويلعب مباراة فاصلة بكرة بإذن الله بين الفريقين. اما اذا لا قدر الله يعني الزمالك او خسر النادي الاهلي، فكده نقول يعني نادي الزمالك يفوز بهذه البطوله في 22-23. وهنتابع مع حضراتكم كابتن ميدو هيتصرف ازاي بعد خساره الشوط الاول بنتيجه 25-20. خمس نقاط محافظ عليهم نادي الزمالك من بدايه الشوط، حاول النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله في الشوط الثاني عوض. هنشوف نتابع مع حضراتكم ايه اللي هيحصل في بين الشوطين. ارسال هيكون مع نادي الزمالك. محمد مجدي على الارسال لنادي الزمالك. لاعب نادي الزمالك رقم 15 محمد مجدي. ثالث بدل محمد رمضان، اعداد خلفي من حسام حلوه. يا ولد يا ولد يا احمد سعيد، يطلع يحط كره قويه جدا 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 من مركز 2 لمركز 5، ورايح طبعا يعتذر للاعب نادي الزمالك اللي الكره جت في وشه، اعتقد انه ياسين. هنشوف ونتابع مع حضراتكم، فعلا ياسين الكره جت فيه قويه جدا، وهارد لك ياسين، وبرافو احمد سعيد ياخد النقطه الاولى والارسال. ادي الكره
قوية جدا جدا. ده محمد مجدي، تيجي في محمد مجدي وتخرج خارج الملعب. أحمد سعيد، استقبال من أحمد يوسف عفيفي مش مظبوط، ياخدها عبد الرحمن سعودي مرة تانية، يطلع يحطها محمد عصران اللي نزل في الشوط الثاني ويحطها مرة تانية أحمد يوسف، يطلع أحمد حسام يوسف عصران من مركز أربعة، رضا هيكل، رشاد شبل، وبرافو رمضان، برافو رمضان، هارد لك، كرة حلوة من رشاد شبل سقطها داخل الملعب في ملعب نادي الأهلي في خلف خط التلت على طول، حاول عليها الحقيقة محمد رضا، ولكن هارد لك ومحمد رمضان عفوا، ونقطة لصالح نادي الزمالك 1-1. ياسين محمد اللي شايفين يعني أخلاق طبعا قبل أي حاجة. أحمد سعيد راح يعتذر لمحمد مجدي اللي الكرة جت في وجهه أو في رأسه مرة تانية، ويسقط الكرة عبد الرحمن سعودي. أحمد سعيد، أحمد صلاح في مركز اثنين، يسقطها حلوة، يطلعها رضا هيكل لمحمد رضا من المنطقة الخلفية، لعبة قوية في حسام يوسف لكن لسه في الملعب، برافو أحمد صلاح، يطلع حسام يسقطها، رشاد شيب، ياسين محمد لأحمد يوسف في مركز أربعة، قوية تخبط في حسام يوسف وأحمد سعيد وتنزل تحت الشبكة، ما يلحقهاش لاعب النادي الأهلي عبد الرحمن سعودي، ونقطة لصالح نادي الزمالك. كرة قوية ولكن هارد لك نادي الأهلي 2-1 حتى الآن، وياسين ما زال على الإرسال لنادي الزمالك. ياسين محمد لسه في بداية الشوط الثاني، ولكن شوط أول لصالح نادي الزمالك 25-20، هنشوف ونتابع. ياسين، استقبال من أحمد سعيد لحسام يوسف، إعداد في المنطقة الخلفية لأحمد سعيد، يا ولد يا ولد يا ولد يا سعيد، يا ولد يا سعيد، الفتى الطائر يطير من المنطقة الخلفية من مركز ستة، يحط كرة قوية جدا داخل الملعب في مركز بين مركز خمسة ومركز أربعة، ياخد بيها النقطة وياخد عبد الرحمن سعودي الإرسال. 2-2 عبد الرحمن سعودي، كابتن احمد عاشور المدير الفني او قائد اعمال المدير الفني لنادي الزمالك هو المدرب العام، ولكن بعد رحيل كابتن شريف الشمالي اصبح القائم باعمال المدير الفني. احمد يوسف يطلع يحط كره قويه ولكن داخل الملعب، تاتش ان، نشوف الحكم حسبها ايه، بيطلبوا تشالنج. جوه الملعب احنا شايفينها من هنا، ونقطة لصالح نادي الأهلي 3-2، مش محتاجة تشالنج. ما طلبش كابتن عاشور تشالنج ولا حاجة لأن الكرة فعلا باينة ونازلة جنبه. 3-2 للنادي الأهلي في الشوط الثاني. عبد الرحمن سعودي، استقبال جيد من لعبة، إعداد من ياسين لرضا هيكل، يا ولد يا رضا، حائط صد اتشد مع محمد عادل مع احمد صلاح وفتحوا الملعب، والكره اتشاطت من جنب ايد محمد عادل داخل الملعب من رضا هيكل من مركز اربعه لمركز خمسه، ياخد بيها النقطه رقم ثلاثه. احمد يوسف عفيفي، ارسال لنادي الزمالك، ارسال سبايك، استقبال من محمد رمضان، ولكن تطلع هديه على الشبكه لرشاد شبل، يطلع يحطها داخل الملعب، قويه جدا، ياخد بيها نادي الزمالك النقطه رقم اربعه. احمد يوسف، ولتشجيع بدلاء النادي الاهلي، لسه بدري بدري قوي الشوط ده، الزمالك الاهلي ممكن يركز اكتر من كده، هياخد الشوط والله يفوز بمباراه سهله جدا مش صعب. عصران لعبه، ياسين للعبه مره ثانيه في مركز اربعه، قويه في حائط الصد، احمد سعيد، حسام يوسف، اعداد خلف لاحمد صلاح في حائط الصد، تاتش اوت قويه جدا من احمد صلاح في حائط الصد، ونقطه للنادي الاهلي 4-4، ورقم أربعة على الإرسال أحمد صلاح، ثلاث أربعات، يلا صلاح ودينا رسالتك القوية اللي أنت مشهور بيها. أحمد صلاح، إرسال سبايك من أعلى، قوية حلوة، واستقبال من رضا لياسين للعبة، قوية حلوة حلوة من لعبة في ظهر محمد عادل وتفرق خارج الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 5-4. رضا شيب او رشاد شيب عفوا، رشاد، استقبال من عصران،
اعداد لعصران مره ثانيه في مركز اربعه قويه في قاعه صد تاتش اوت وخارج الملعب في ايد محمد مجدي ولا رضا هيكل هنشوف، ولكن في الاخير ياخد عصران محمد عصران النقطة والإرسال ولصالح نادي الزمالك الأهلي بخمسة خمسة. يلا محمد، محمد عصران إرسال لنادي الأهلي عصران، إرسال سبايك قوي، استقبال جيد من يوسف عفيفي، تاني كورة من رضا للعبة في مركز اثنين يسقطها، يحاول عليها أحمد صلاح ولكن في لمس شبكة على النادي الاهلي ونقطه لصالح نادي الزمالك 6-5. ويحتكم كابتن محمد مصلحي ميدو للتشالنج، هنشوف في لمس شبكه ولا ما فيش، الكره هتعاد ولا مش هتعاد، هنتابع مع حضرتك. ادي الكابتن مشيره مفتاح اللي موجوده على التشالنج النهارده، حكمتنا الدوليه أو حكمنا الدولي، ومعاه كابتن منير طبعا بيبص ويشوف. ادي الكورة قادر احددها من هنا ولكن هنشوف ونتابع القرار هيكون ايه، في لمس شبكه ولا مفيش. كابتن منير خلاص شاف الكوره ورايح للكابتن وليد هيقول له القرار ايه ونتابع مع حضرتك. بعد كابتن احمد عاشور بيقول له لامس الشبكه بايده وهو طالع بكوعه، اعتقد هيكون فيها فعلا نقطة لنادي الزمالك رغم ان انا ما شفتش ان الشبكة اتهزت. في الأخير نقطة لنادي الزمالك 6-5. يا ريت تتعاد تاني نشوفها. لسه منتظرين. لم تتضح الكرة حتى الآن شبكة ولا لا. نشوف قرار كابتن وليد الخشن ايه، اعتقد حسب النقطه لنادي الزمالك 6-5. ارسال رضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك، ارسال سبايك من اعلى الشبكه من رضا، التعادل 6-6. محمد عادل على الارسال، ارسال موجه لمحمد رضا، ياسين اعداد خلفي لرضا هيكل، يا ولد يا رضا ما لحقش حائط الصد يطلع، الكره اتشاطت من بين ايد حائط الصد رغم ان رضا هيكل من المنطقه الخلفيه وتنزل قدام محمد عادل. ادي الكره مره ثانيه، طلع رضا هيكل حط الكوره من بين حائط الصد، محاول عليها الحقيقه كره قويه ما لحقهاش محمد عادل، و7 6 والارسال مع محمد مصطفى لعبه لاعب نادي الزمالك رقم 22. محمد مصطفى كان الشهير بلعبه، ارسال سبايك قوي، استقبال من محمد رمضان، اعداد لاحمد سعيد، يا ولد يا سعيد يا ولد يا سعيد، هو ده التصرف، سقط الكره حلوه قوي قوي من بين ايد حارس صد او من جنب ايد حارس صد ايا كان، وفي الاخير تنزل حاول عليها محمد رضا ولكن برده ما فيش فوت وورك في لعيبه او اللعيبه عموما ما بتحركش على الكره بسرعه، وفي الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي و7 7. وحسام يوسف على الارسال لنادي الاهلي، حسام استقبال من رضا لياسين،
اعداد خلفي لرضا هيكل يحطها مره ثانيه في حائط الصد وتنزل يحاول عليها محمد عصران ولكن ما لحقهاش و8 7 ماشيين نقطه بنقطه من بدايه الشوط. ادي الكره اهي مره ثانيه برافو ياسين لعيب هايل 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 ياسين مستقبل لمنتخب مصر نزل في مباراه طلائع الجيش مع نادي الزمالك في دور الاربعه حقيقه غير المباراه تماما وفاز نادي الزمالك بهذه المباراه. محمد مجدي استقبال من احمد سعيد لحسام لسعيد يسقطها تاتش اوت ونقطه لصالح النادي الاهلي. احمد يوسف عفيفي بيقول له انه يعني اتخبطوا من بعض تحت ولكن ما فيش مشكله انا شايف ان الكوره ما فيهاش حاجه والتعادل 8 8 الا اذا لو كابتن عاشور طلب تشالنج واعتقد انه طلب تشالنج بيقول ان في لمس الشبكه او في تعدي لخط المنتصف هنتابع ونشوف القرار ايه نقطه لنادي الزمالك ولا التعادل للنادي الاهلي. احمد سعيد ما عداش الخط احمد سعيد لكن نشوف في لمس شبكه ولا لا برضه من هنا مش باينه ايوه كده اخير نقطه للنادي الاهلي والتعادل 8 8 احمد سعيد ارسال قوي يبقى مش مظبوط من احمد يوسف عفيفي لعبد الرحمن سعودي لحسام يوسف لمحمد عصران يا ولد يا ولد يا عصران كره قويه حلوه قوي 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 موجهه من مركز اربعه لمركز اربعه كره قطريه تحت الشبكه جميله من عصران يحط الكره بكل قوه ياخد بيها نقطه رقم 9 9 8 احمد سعيد على الارسال لنادي الاهلي ما زال احمد سعيد على الارسال رقم 18 يلا سعيد ارسال موجه استقبال يوسف عفيفي مره ثانيه مش مظبوط بيطلع يوسف يحطها حلوه حلوه عوض الكره اللي فاتت احمد يوسف عفيفي والتعادل 9 9 ادي الكره مره ثانيه اهي بيطلع لكن داس على الخط مش عارفين منطقه خلفيه ولا اماميه هنشوف وادي احمد سعيد زعلان جدا ان الكره دي عدت الكرة مفيش مشكلة احمد يوسف عفيفي في المنطقة الأمامية 9 9 ياسين على الإرسال استقبال من محمد رمضان لحسام يوسف اعداد خلفي لأحمد صلاح قوية في حائط الصد بيطلعها ياسين للعبة وتعدي ملعب النادي الأهلي مرة ثانية عبد الرحمن سعودي اعداد مرة ثانية لأحمد صلاح ويسقطها يا ولد يا ولد يا صلاح كرة مزنوقة لكن يطلع يسقطها من بين ايد حائط الصد ان بتوين تصرف جميل من أحمد صلاح يحطها داخل الملعب ياخد بيها النقطة رقم 10 وياخد عبد الرحمن سعودي الإرسال. عبد الرحمن سعودي. إرسال للنادي الأهلي 10 الأهلي 9 الزمالك في الشوط الثاني. استقبال من لعبة ياسين يا ولد يا ولد ياسين حلوة حلوة لرشاد شبل في مركز ثلاثة كرة بوش حلوة قوي تتحط له سي قصير كده في مركز ثلاثة يطلع شوطها قوية داخل ملعب نادي الأهلي تاتش أوت تيجي تجيب أحد لاعبي النادي الأهلي تخرج خارج الملعب والنتيجة التعادل 10 10 وأحمد يوسف عفيفي على الإرسال. أحمد يوسف سال سبايك استقبال من محمد رمضان لحسام يوسف في إيد من عادل أدي الكرة مرة ثانية رشاد رضا هيكل يطلع يحط كرة ولكن محمد عصران يا ولد يا ولد يا عصران
يطلع حائط صد هو وعادل ياخد عصران الكوره تاتش ان ونقطه لصالح نادي الاهلي 11-10. احمد صلاح، يلا يا صلاح، اصبح التقدم للنادي الاهلي بفارق نقطتين في الشوط الثاني حتى الان. استقبال قوي من صلاح واستقبال مش مظبوط ويطلع يخلصها عادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا دولا يا ولد يا صلاح، من البدايه ارسال قوي، استقبال مش مظبوط او غير منضبط من نادي الزمالك، تطلع على الشبكه لصالح النادي الاهلي، يطلع يخلصها عادل والنتيجه اعتقد 13-10 ولا 12-10، هنشوف نتابع مع حضراتكم. صلاح مره ثانيه، المره دي خارج الملعب من صلاح. ١١ نادي الزمالك، ١٢ نادي الاهلي. رشاد شبل ارسال لنادي الزمالك، لاعب سنتر بلوك نادي الزمالك رقم 9. استقبال من عصران لحسام يوسف، على الخلف لاحمد صلاح. يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح، كره قويه حلوه قوي قوي من صلاح، حط كره بريست ايد مقفول حلوه قوي قوي، يحطها من بين ايد حائط الصد او من جنب ايد حائط الصد، ستريت لاين على الخط مباشره من مركز 2 لمركز 1، تيجي في رشاد شبل وتخرج خارج الملعب، وعصران ياخد الارسال و13 11 لصالح النادي الاهلي في الشوط الثاني. محمد عصران سال سبايك من عصران، استقبال جيد من محمد رضا، ياسين لاحمد يوسف ولكن قصير عليه شويه، وتعدي سهله النادي الاهلي، ويطلع مره ثانيه احمد صلاح ولكن يطلعها محمد رضا المره دي لياسين، للعبه عديه سهله لعادل، لحسام يوسف اعداد خلف العادل. يا ولد يا ولد يا حسام يا ولد يا حسام، على الكوره الجميله، الباكس باكس دي حلوه قوي، باك في مركز لمركز 3 محمد عادل، يطلع يحطها قويه داخل الملعب، ياخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم 14 و14 11، وما زال محمد عصران لاعب نادي الاهلي رقم 9 على الارسال، يطلب كابتن احمد عاشور الوقت المستقطع الاول ليه في هذا الشوط. الوقت المستقطع، محمد عصران ما زال على الارسال للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي رقم 9 و14 11 في الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي بفارق 3 نقاط. عصران استقبال من احمد يوسف، ياسين لرضا، هيكل قوية حلوة تيجي في صلاح مكان مرة تانية من رمضان لعصران، يطلعها تاني أحمد يوسف، ياسين في مركز 4 للعبة، قوية لعبة ولكن حائط صد جيد من عادل، يطلعها رضا هيكل مرة تانية، يطلعها لعبة ياسين للعبة مرة ثالثة، والمرة دي يحطها ولكن خارج الملعب، عايز يحطها من جنب إيد عادل اللي قفل الزاوية مظبوط تمام جدا 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 في هذه الكرة، وفي الأخير قفل ريست ايده او لف ريست ايده زياده شويه، لعبه يحطها خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الاهلي 15-11. محمد عصران القوي من عصران، استقبال من لعبه، اعداد للعبه مره ثانيه في مركز 4، يطلعها محمد رمضان لحسام يوسف في مركز 4 لاحمد سعيد، ولكن حائط صد قوي من رضا هيكل ومحمد مجدي، اعتقد جت في ايد محمد مجدي وتنزل داخل الملعب في 12-15. كابتن ميدو بيقول خلاص خلاص ننسى الكوره، الكوره كانت قويه من احمد سعيد الحقيقه، ولكن حائط صد زوجي جيد من رضا هيكل ومحمد مجدي. رضا هيكل على الارسال، ارسال قوي جوه الملعب ولا خارج الملعب؟ خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الاهلي 16-12.
يعود الارسال مره اخرى ليه كابتن احمد عاشور. هيطلب التشالنج ولا مش هيطلب؟ هنشوف. في الاخير نقطه للنادي الاهلي 16-12. محمد عادل ارسال استقبال من لعبه لياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل قويه في اتحاد الصد تاتش اوت في ايد عبد الرحمن حسيني وتخرج خارج الملعب، او عبد الرحمن سعودي عفر وتخرج خارج الملعب. 13-16. محمد مصطفى كامل ارسال لنادي الزمالك رقم 22. ارسال لعبه سبايك من اعلى قوي، استقبال جيد من احمد سعيد ولكن تعدي ملعب نادي الزمالك، بيطلع يحطها اعتقد محمد مجدي داخل الملعب بياخد بيها النقطه رقم 14. استقبال غير منضبط، الكره اللي فاتت دي من احمد سعيد، الكره كانت قويه، وقت مستقطع يطلبه الكابتن ميدو عشان يعني يوقف او يوقف نسيء او نزيف هذا النقاط. انتهى الوقت المستقطع. ارسال مع نادي الزمالك، محمد مصطفى كامل لعبه ارسال لنادي الزمالك والنتيجه 14-16 في الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. ارسال قوي، استقبال من احمد سعيد اعتقد ولا مين ده، محمد عصران وخارج الملعب. كره قويه واسم الارسال من محمد مصطفى كامل على محمد عصران. 15-16 تغيير للنادي الاهلي، هنشوف مين اللي هينزل ومين اللي هيخرج، اعتقد هيخرج يا محمد رمضان يا عصران. هنشوف مين اللي ينزل الملعب. ارسال لنادي الزمالك 15-16 لعبه، يعدي الكرة سهلة، ثاني كرة قوية من أحمد سعيد تاتش أوت في إتحاد الصد ونقطة لصالح نادي الأهلي. نزل عبد الرحمن سعودي اللاعب رقم 8، هذه الكرة إيه من أحمد سعيد تاتش أوت إيد ياسين، و17 الأهلي 15 الزمالك. حسام يوسف استقبال قوي، اعداد خلفي في مركز اثنين رضا هيكل قويه في اتحاد الصد، لكن محمد رمضان مره ثانيه، حسام يوسف، احمد سعيد يا ولد يا ولد على الهوك اللي اتعمل حلوه قوي، ثاني كوره حسام، احمد صلاح في مركز اثنين قويه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كوره جميله 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 من البدايه من النادي الاهلي من احمد سعيد، يلعبها هوك حلوه لكن تطلع ترجع ثاني للنادي الاهلي، يعملها حسام يوسف او يعدها في مركز اثنين لاحمد صلاح، يطلع يحط كوره حلوه قوي قوي من مركز اثنين لستريت لاين على الخط لمركز واحد، ياخد بيها نادي الاهلي النقطه رقم 18. كلام بين كابتن احمد صلاح وكابتن وليد الخشن، وادي طبعا اعضاء مجلس اداره او كابتن ياسر قمر، المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة نادي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة. كان جنبه الكابتن عمرو فاروق رئيس النادي الأهلي. نشوف في تشالنج ولا إيه؟ بيقول إن في حاجة على أحمد سعيد، هنشوف نتابع. لمس شبكة ولا ما لمسش ولا إيه؟ لو كان لمسها خارج الخط على الحد الجانبي ما تبقاش الشبكة. مرة ثانية بنتابع مع حضراتكم اهو التشالنج اللي طبعا احنا من هنا مش شايفينه من
يعني الشاشه مش واضحه. هذه كوريا مره ثانيه، مفيش تاتش. مفيش تلامس للشبكه كده. طلب اثنين تشالنج بتوع احمد عاشور، وفي الاخير كده خلاص 18 النادي الاهلي، 15 نادي الزمالك. وحسام يوسف على الارسال. يلا حسام، ارسال قوي، استقبال من لعبه لرضا لهيكل، قويه في دماغ او في راس عبد الرحمن صويدي، ولكن ترجع تاني للنادي الاهلي. حسام يوسف، احمد سعيد، ولكن تلمس حائط الصد محمد مجدي وتخرج خارج الملعب، تاتش اوت، ونقطه و19 15. مره ثانيه كرة ايه عملت حسام، يطلع حطها قويه، لمست ايد محمد مجدي وخرجت خارج الملعب. 19 15 حسام يوسف ما زال على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من لعبه لياسين، بيحطها لمجدي، ولكن تطلع لاحمد يوسف يشوطها مره ثانيه، وديفنس جيد، واحمد صلاح في حائط الصد. ثاني كوره مع نادي الزمالك، محمد رضا، احمد يوسف، قويه حلوه، ولكن كوره مزدوجه على اعتقد مين اللاعب الكره الثانيه، كوره مزدوجه على نادي الزمالك، ونقطه لصالح النادي الاهلي. 20 15 وادي كمان شايفين عبد الرحمن سعودي نزل، عبد الرحمن الحسيني عفوا. حسام يوسف ما زال على الارسال لنادي الاهلي. ارسال قوي من حسام داخل الملعب، وكرة إيس من حسام يوسف. يا ولد يا حسام، كرة قوية في مركز واحد، يعني خدعت لاعبي نادي الزمالك ونزلت داخل الملعب. 21 15 وقت المستقطع الثاني لأحمد عاشور المدير الفني أو القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك. حسام يوسف ما زال على الارسال للنادي الاهلي. واحد وعشرين خمستاشر الاهلي في طريقه لحصد الشوط الاول لي والثاني في هذا اللقاء. استقبال من حسام، استقبال من دبشه اللي نزل، قويه حلوه في حائط الصد داخل الملعب في ايد عبد الرحمن سعودي، وتنزل داخل الملعب من محمد مجدي. 16 21 محمد مجدي على الارسال. ارسال لنادي الزمالك. استقبال جيد من احمد سعيد، اعداد سريع حلو لعبد الرحمن سعودي، لكن في ايد رشاد شبل مره ثانيه، ويطلع حطها قويه حلوه حلوه. كانسن اوباي اللي نزل، المحترف التركي الاصول النيجيريه. نقطه لنادي الزمالك 17 21. نشوف كانسن اوباي هيعمل ايه. كرة قوية لكن يطلع منهم رسومين رضا هيكل. تاني كرة كانسن يحطها مرة تانية قوية من مركز اثنين
ولكن يعني في ايه بيتكلموا على ايه مش فاهم، بيقولوا ان الكره فيها كره مزدوجه على معد الفريق، ولكن هنتابع ونشوف النقطه. وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك 18-21. لسه نادي الزمالك عنده بره محمد المهدي، ويطلب طبعا الكابتن ميدو الوقت المستقطع الاول ليه في هذا الشوط. هنشوف كابتن ميدو هيقول ايه للاعبين اللي يا ريت يعني نركز في الملعب عشان نقدر نشوف هنعمل ايه. وادي كابتن ميدو بيخلي او بيجهز لويجي لاعب نادي مع الاهلي المحترف رندازو لويجي وكابتن عبد الله عبد السلام. الكابتن عمرو مخلوف امين صندوق نادي الاتحاد المصري للكره الطائره. محمد مجدي على الارسال و 18-21. لسه بدري للنادي الاهلي، ممكن يخلص الشوط على طول، نكسر بس الارسال. استقبال احمد سعيد مش مظبوط، عصران لاحمد سعيد عديها سهله، تاني رضا هيكل، ياسين لاوجباي مره ثانيه، ولكن المره دي برافو عبد الرحمن سعودي، تاني كوره لاوجباي وقويه واستناها محمد رمضان. يا سلام يا رمضان، واقف صح قوي قوي المره دي رمضان، وكره قويه من احمد سعيد، وحائط صد اقوى من نادي الزمالك، و19 من كانسل اوجباي لاعب نادي الزمالك المحترف التركي، ونقطة لصالح نادي الزمالك 19-21. محمد مجدي استقبال جيد من نادي الاهلي لاحمد صلاح، ولكن دخل الملعب احمد صلاح ملعب نادي الزمالك، ونقطه لصالح النادي الزمالك 20-21. عدى الكره كانت ضيقه وقصيره عليه شويه، شطها في الاخير دخل جوه، وطلب كابتن مصالح للتشالنج عشان نشوف دخل ولا ما دخلش. هنتابع مع حضراتكم الكره ايه. حسام احمد صلاح، ادي الكره طالع، لا عدى بس عدى بره مش جوه، هنشوف عدى بره ولا جوه. نتابع مع التشالنج لسه بنشوف، لو عدى بره نقطة للنادي الأهلي. لا لامس الخط ولا مش لامس، هنشوف نتابع. لو لامس الخط يبقى نقطة لنادي الزمالك. 20-21 في الأخير، نقطة لنادي الزمالك. هيعمل تغيير نادي الاهلي، نشوف مين اللي هينزل. عبد الله عبد السلام، هيخرج حسام يوسف طبعا. مين تاني هينزل؟ مفيش حد هينزل تاني، عبد الله نزل هيظبط الملعب، ونشوف النتيجه بعد نزول عبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الاهلي. محمد مجدي ارسال لنادي الزمالك، استقبال من محمد رمضان لعبد الله عبد السلام. يا ولد، اول كوره من عبد الله لعبد الرحمن سعودي داخل الملعب في مركز من مركز ثلاثه، والنتيجه 22-20. انا قلت لحضراتكم عبد الله يعني رغم ان حسام ما شاء الله عليه، ولكن عبد الله بيبقى فيه كاريزما كده ورايق قاري الملعب اكتر. هنشوف ونتابع مع حضراتكم احمد سعيد، وادي محمد عصران، استقبال من احمد سعيد، استقبال من محمد رضا، اعداد وتعديها سهله. يا سلام يا كانسل، قطع حلو صراحه كانسل ازاي، سقط الكره من فوق ايد حائط الصد، خلف حائط الصد تنزل في خط الثلث في مركز اثنين، ما يلحقهاش. مين اللي ما لحقهاش بقى؟ هنشوف عبد الله عبد السلام ولا محمد عصام. نقطه 21-22، يعود الارسال لنادي الزمالك. ياسين محمد معد فريق نادي الزمالك، استقبال من محمد رضا لعبد الله، مره ثانيه لعبد الرحمن سعودي، بيشوطها تاتش اوت في ايد رشاد شبلي خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الاهلي 23-21. ياخذ عبد الرحمن سعودي النقطه والارسال، هيعمل تغيير، هينزل احمد قطب اعتقد، ويخرج عبد الله ويخرج احمد صلاح.
احمد قطب نازل لاعب مركز اثنين او لاعب مركز اثنين مكان احمد صلاح. عبد الرحمن سعودي ارسال للنادي الاهلي 23-21 الشوط الثاني حتى الان لصالح النادي الاهلي. استقبال من مصطفى دبشه، ثاني كوره رضا هيكل في اتحاد الصد وخارج الملعب و22 23 هنمشي بالمعدل ده، نقطه هنا نقطه هنا، الاهلي هيفوز بالشوط. كانسن اوجباي نزل تاني، احمد صلاح كانسن صعب قوي على الفرقتين، اللي هيفوز بيه هتفرق معاه كتير. كانسن استقبال جيد من احمد سعيد وترجع تاني للنادي الاهلي، ولكن كوره عدت ملعب النادي او عدت الشبكه ونقطه لصالح نادي الزمالك 23-23. عبد الله بيقول ان انا يعني الكوره ما عدتش وانا كنت بحاول العبها. في الأخير نقطة لنادي الزمالك 23-23. كانسن أوجباي على الإرسال المحترف التركي، استقبال جاي من أحمد سعيد، عبد الله لعصران يحطها ولكن خارج الملعب من عصران، وحشة قوي قوي عصران، هارد لك. وأدي كابتن ميري طبعا يعني زعلان. 24 الزمالك 23 الأهلي، جيم بوينت لنادي الزمالك. كانسون أوجباي ارسال في الشبكة والتعادل 24-24. تغيير هينزل حسام يوسف مكان عبد الله، مركز بمركز. أحمد صلاح ارسال24-24 في الشوط الثاني حتى الآن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي. أحمد صلاح، محمد رضا، ياسين، رضا هيكل، قوية من رضا هيكل من مركز اثنين لمركز واحد جنب أحمد سعيد ما لحقهاش، و25 الزمالك 24 النادي الأهلي. رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، جيم بوينت لنادي الزمالك في الشوط الثاني، واستقبال خاطئ من احمد سعيد ينهي به الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك بنتيجه 26-24. مشاهدينا الكرام 2-2 حتى الان في هذه المباراه، المباراه اللي هتحدد بنسبه 75% الفائز بالدوري. نادي الزمالك 25-20 و26-24، وفي انتظار ما سيسفر عنه الشوط او بدايه الشوط الثالث وتعليمات كابتن ميدو في هذا اللقاء.
مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أو مرة ثالثة إن شاء الله يكون فيه يعني تغيير في هذه النتيجة. حتى الآن 2-0 لصالح نادي الزمالك. أتمنى أن النادي الأهلي يعود في هذا اللقاء نتابع مع حضراتكم ماذا سيسفر عنه الشوط الثالث. إن شاء الله إذا فاز الأهلي هيعادل النتيجة، وأعتقد سهل قوي انه يفوز باللقاء اذا فاز بهذا الشوط. الرساله هيكون مع النادي الاهلي. هنشوف مين على الارسال. احمد سعيد على الارسال للنادي الاهلي. كابتن وليد منتظر كابتن محمد منير اللي بيشوف ترتيب دوران فرقتين واداله الاشاره. احمد سعيد على بركه الله الشوط الثالث. ارسال قوي، استقبال من محمد رضا لأحمد يوسف لرضا هيكل في مركز اثنين قوية. والله الله الله، حائط صد جيد جدا من عبد الرحمن سعودي ومحمد عصران، تيجي في ايد عبد الرحمن سعودي وتنزل داخل ملعب النادي الزمالك، وأول نقطة في الشوط الثالث لصالح النادي الأهلي. كرة قوية، استقبال من لعبة رشاد شبلي يعملها باك حلوة قوي لأحمد يوسف، يطلع يحطها من جنب ايد حائط الصد داخل الملعب، وواحد واحد. لكن يعني هتصد فردي من عبد الرحمن سعودي. هشام او ياسين محمد على الارسال معد فريق نادي الزمالك. استقبال من محمد رمضان لعبد الله يطلع يشوطها، لكن لسه تاني مع نادي الاهلي. عبد الله عبد السلام يطلع، احمد سعيد، احمد صلاح في حائط الصد، مره تانية رمضان ليه حلوه حلوه، لكن عبد الرحمن سعودي شوطها خارج الملعب ما تلمسش حد، ونقطه لصالح نادي الزمالك. 2-1. تشالنج طلبه كابتن وصلحي. هنشوف كرة لمست حد في حائط الصد ولا لا. ده لا ما سيبش حد وخارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الزمالك. 2-1. ياسين محمد عبد الرحيم ما زال على الارسال. خارج الملعب من ياسين، والتعادل 2-2 في بداية الشوط الثالث. إرسال للنادي الأهلي، عبد الرحمن سعودي. استقبال جيد من لعبة لياسين لرضا هيكل قوية، واستقبال جيد من أحمد سعيد. عبد الله، محمد عصران، قوية يا ولدي عصران، ولكن لسه في الملعب. تاني كورة عبد الرحمن سعودي، علاها وحشه قوي 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 من عبد الرحمن سعودي، وحشه جدا، ولكن يطلع يحطها لاعب نادي الزمالك. والكابتن عبد الله بيقول لهم نهدى شويه، اعتقد ياسين هو اللي شاط الكره اللي فاتت. 3-2. نركز نركز في الملعب شويه يا جماعه، نركز. احمد يوسف عفيفي، سال قوي، استقبال من احمد سعيد. عبد الله عبد السلام، محمد عادل يا ولد يا ولد يا عادل. كرة قوية قوية من محمد عادل، تاتش ان في ايد لعبة وتنزل داخل الملعب، ياخد بيها نادي الأهلي نقطة التعادل
واحمد صلاح ياخد الارسال. احمد صلاح ارسال قوي، استقبال جيد من محمد رضا لياسين، لعبه خارج الملعب ما تلمسش حد، ونقطه لصالح نادي الاهلي. اربعه الاهلي ثلاثه الزمالك. احمد صلاح مره ثانيه، ارسال قوي من صلاح، استقبال من رضا لياسين، للعبه مره ثانيه في اتحاف الصد وخارج الملعب، واربعة اربعة تاتش اوت. رشاد شبل ارسال للنادي الزمالك، استقبال من محمد رمضان لعبد الله عبد السلام. احمد صلاح يا ولد يا ولد يا صلاح، قويه حلوه حلوه حلوه، ستريت لاين على الخط مباشره من مركز 2 لمركز 5، ياخذ بيها النقطه رقم 5. ارسال قوي من عصران ولكن خارج الملعب، والتعادل 5-5. رضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك، استقبال جيد من محمد رمضان لعبد الله، لاحمد صلاح في مركز 2 ولكن في اضحاك الصد، طلعها مره ثانيه عبد الله، عادل لاحمد صلاح، قويه قويه يا ولد يا صلاح يا ولد يا صلاح، قويه جدا في ايد حائط الصد، تاتش ان تنزل تحت منه، و6-5 وياخد عادل النقطه، ياخد عادل الارسال. محمد عادل هيعمل تغيير كابتن ميدو، هينزل محمد عبد المحسن مكان عبد الرحمن سعودي. يلا عبد المحسن، محمد عادل ارسال، استقبال من لعبه حلوه لرضا هيكل في مركز 2، قويه تاتش اوت في قطعه الصد وتخرج خارج الملعب، والتعادل 6-6. وادي عصران طبعا يعني زعلان ان الكوره طلعت منه، ولا اتخبط ولا ايه، هنشوف ونتابع، اعتقد انه اتخبط. سلامات يا عصران، بسيطة إن شاء الله ما فيهاش أي حاجة. هيخرجوا طبعا كابتن ميدو، وهينزل عبد الرحمن الحسيني. لعب على الإرسال و6-6. في الشبكة من لعبة، وسبعة الأهلي ستة الزمالك. شبكة قوية لنادي الأهلي، أحمد سعيد ومحمد عبد المحسن وأحمد صلاح. عبد الله عبد السلام على الإرسال، إرسال قوي، استقبال جيد من لعبة ياسين، إعداد لأحمد يوسف في مركز 4 قوية، برافو رمضان. مرة ثانية لمحمد رضا لياسين، مرة تانية أحمد يوسف، وبرافو للمرة التانية محمد رمضان لعبد الله عبد السلام، هيعديها عبد الله عبد الرحمن محمد عبد المحسن. تاني كورة رضا هيكل قوية يطلعها عبد الله، مرة تانية ويطلع يشوطها أحمد يوسف، كورة راجعة من عبد الله عبد السلام يحطها من بين مركز ثلاثة ومركز، من مركز ثلاثة ومركز أربعة، يحطها قوية داخل مركز واحد، ياخد بيها النقطة رقم 7 والتعادل. أدي الكورة إيه من مركز ثلاثة داخل الملعب في مركز واحد، ما يلحقهاش عبد الله عبد السلام. 7-7، نقطة بنقطة ماشيين، الشوط ده زي الشوط الثاني بالظبط السيناريو،
لكن اتمنى انه يختلف ويفوز النادي الاهلي. محمد مجدي استقبال من احمد سعيد لعبد المحسن لعبد تاني كره عبد الله يطلعها احمد سعيد مره ثانيه صد من رشاد شيبه مرتين ورا بعض احمد سعيد المره دي يحطها في الشبكه وثمانيه نادي الزمالك سبعه النادي الاهلي. محمد مجدي ما زال على الارسال. في الشبكه من مجدي والتعادل 8-8. يعود ارسال النادي الاهلي مره اخرى. احمد سعيد على الارسال لنادي الاهلي. استقبال جيد من احمد يوسف لياسين اعداد خلفي في مركز اثنين قويه حلوه حلوه من رضا هيكل داخل الملعب الحقيقه حاول عليها عبد الله ولكن هارد لك يا عبد الله وتسعه الزمالك ثمانيه النادي الاهلي. ياسين محمد عبد الرحيم على الارسال. استقبال جيد اعداد قوي احمد صلاح تاتش اوت في ايد احمد يوسف والتعادل 9-9. محمد عبد المحسن على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من محمد رضا مش مظبوط احمد يوسف لعبه قويه برافو يا لعبه برافو مفيش حائط صد مفيش يعني الدفاع النادي الاهلي حقيقه غير موفق في الكره اللي فاتت دي و10 9 واحمد يوسف على الارسال لنادي الزمالك. عبد الله حلوه 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 احمد سعيد يا ولد يا ولد يا ولد الفتى الطاير احمد سعيد من مركز سته يحطها قويه جدا زي ما حضراتكم شايفين اهي ديفنس وفنت حلوه قوي معمول من عبد الله وعادل يطلع شوتها قويه ما يلحقهاش احمد يوسف عفيفي ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 10 والتعادل وياخد احمد صلاح على الارسال. يلا ابو صلاح القوي من صلاح استقبال من محمد رضا لياسين لعبه في حائط الصد لكن طلعها صلاح مره ثانيه ويعديها كره خارج الملعب حاول عليها عبد الرحمن حقيقه الحسيني يعديها ولكن خرجت خارج الملعب. 11 الزمالك 10 النادي الاهلي. رشاد شبلي على الارسال. استقبال من عبد الرحمن لعبد الله لاحمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله يا ولد يا عبد الله فض الشبكه تماما لاحمد صلاح بفنت حلوه قوي 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 قلب الملعب بطريقه جميله يحط كوره حلوه قوي لاحمد صلاح اهو بدون حائط صد يطلع يتمطع ويحط كوره قويه جدا ما يلحقهاش احمد يوسف عفيفي والتعادل 11-11 وعبد الرحمن الحسيني على الارسال للنادي الاهلي. هي عبد الله في الكرة دي ابدع وطلع كل خبرات السنين في الكرة اللي فاتت. تاني كرة وحشة قوي من محمد مصطفى كامل لعبة وكرة قيس حلوة قوي قوي من عبد الرحمن الحسيني ولكن يخلي باله ان الكرة كان خارج الملعب يركز شوية دخلها جوه الملعب عشان ما تطلعش بره. 12 الاهلي 11 الزمالك تقدم المرة دي للنادي الاهلي. يلا حسيني ارسال جيد استقبال المره دي من لعبه هشام او ياسين رضا هيكل يا ولد يا ولد يا عادل يا ولد يا دوله حائط صد قوي جدا جدا من محمد عادل يطلع ياخد الكوره تاتش ان داخل الملعب تنزل في اخر
الملعب من رضا هيكل. هي الكوره اهي قويه قويه، حائط صد من محمد عادل، تنزل في اخر ملعب نادي الزمالك، ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 13 و13 11 لاول مره في هذا الشوط. يتقدم النادي الاهلي بنقطتين. ياسين لعبه ومره ثانيه كوره ولكن خارج الملعب بيد حائط الصد، تاتش اوت و12 13. عبد الله بيقول لهم فعلا الكوره خارج الملعب. هارد لك رضا هيكل، ارسال لنادي الزمالك. في الشبكه من رضا و14 12. يعود الارسال للنادي الاهلي. محمد عادل على الارسال. يلا يا دوله. هتصد الفات ده، يفتح نفسك يا دوله. يلا خلص الكوره وخلص الارسال. محمد عادل استقبال من لعبه. يا اطلع حطها حلوه، ويا ولد يا سعيد، يا ولد يا ولد يا محمد يا احمد يا سعيد. حائط صد فولاذي على الشبكه، سنجل بلوك لاحمد سعيد على رضا هيكل من المنطقه الخلفيه، ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 15 ويتقدم النادي الاهلي على نادي الزمالك 15 12. فارق ثلاث نقاط. وقت مستقطع طلبه كابتن احمد عاشور، هنشوف هيسفر على ايه. محمد عادل ما زال على الارسال. استقبال اعداد للعبه، كره حلوه لكن برافو احمد صلاح. مره ثانيه احمد سعيد قويه، طلع رضا هيكل. احمد يوسف للعبه، يحطها قويه داخل الملعب من بين ايد حائط الصد ان بتوين، ياخد بيها النقطه رقم 13 15. من جنب ايد محمد عبد المحسن، وياخد محمد مصطفى كامل الارسال لنادي الزمالك. شبكة من لعبة و16 13. سريع يعود مرة أخرى للنادي الأهلي. عبد الله عبد السلام. يلا عبد الله، إرسالك من أفضل إرسالات في العالم يا عبد الله في فترة من فترات حياتك. إرسال قوي، إقبال من لعبة لياسين، يعملها قلبة حلوة قوي، حطها رضا هيكل سهلة. تاني كورة احمد صلاح، يا ولد يا صلاح، يا ولد يا ولد. هارد لك حقيقه محمد رضا، واقف صح لكن الكره قويه جدا من احمد صلاح، يحطها داخل الملعب من مركز 2 لمركز 5 ستريت لاين، حاول عليها محمد رضا ولكن في الاخير من قوه الكره من احمد صلاح ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 17. عبد الله استقبال من رضا لياسين لاحمد يوسف في حائط الصد مره ثانيه ياسين، والمرة الثانية يوسف، ولكن المرة دي خارج الملعب بدون تلامس، بدون ما تلمس حد، ونقطة لصالح النادي الأهلي 18 15. هنشوف في تشالنج ولا في وقت مستقطع، أعتقد تشالنج لأحمد عاشور. دي كورة يا جماعة، بيقول في بيقول في لمس شبكة على حائط الصد في الكورة اللي قبليها. أيوة
الكره بس مين اللي هز؟ اعتقد في لمسه شبك على النادي الاهلي في الكره اللي فاتت. كده هيحصل ايه بقى؟ مش عارفين. نو تاتش او نو فولت، مفيش خطا، ونقطه لصالح النادي الاهلي 18-13. ما زال ارسال مع عبد الله عبد السلام. عبد الله خارج الملعب من عبد الله المره دي، و14 18. محمد مجدي على الارسال اللي نزل مكان احمد يوسف. مجدي ارسال، يعني سوء تقدير من محمد رمضان في الكره اللي فاتت، ونقطة مباشرة واسم الإرسال على محمد رمضان من محمد مجدي 15-18. تاني كورة محمد مجدي يلعب إرسال فلوتر زي اللي فات ولا إيه؟ هنشوف. مجدي فعلا مرة تانية، وبرده للمرة التانية الحسيني، ولكن يطلع يحطها أحمد سعيد. يا ولد يا ولد، خلص الكورة أحمد سعيد وأنقذ الكورة اللي فاتت والنقطة اللي فاتت دي أحمد سعيد بعد الاستقبال المش مظبوط من عبد الرحمن الحسيني. يطلع احمد سعيد الشوطه تيجي في اتحاد الصد وتيجي في ايد رضا هيكل، وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك 19-15. احمد سعيد ياخد النقطه والارسال. ارسال جيد من احمد، استقبال من لعبه ياسين سريعه لرضا شرشب، ديفنس جيد من نادي الزمالك مره ثانيه مع نادي الزمالك ويحطها، ولكن تلمس في اتحاد الصد وخارج الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 16-19 ولا 15؟ هنشوف ونتابع. نقطة اتحسبت مش كتبت. 15-19 ياسين محمد على الإرسال. 16 زي ما قلنا، رسالة رسالة واستقبال لنادي الأهلي. نقطة حلوة حلوة يا ولد، حلوة يا حسين، ويطلع يحط كرة قوية من مركز أربعة استقبلها وخدها مرة تانية، وشوطها قوية من مركز أربعة لمركز واحد تيجي في صدر ياسين محمد وتنزل قدامه، ونقطة لصالح النادي الأهلي 20 الأهلي 16 الزمالك. محمد عبد المحسن استقبال من لعبة لياسين سريع على شط شربي، ولكن برافو يا دولة، برافو يا دولة، حائط صد قوي من محمد عادل شبه فردي على الشبكة، ياخد بيه النقطة رقم 21. تغيير شايفها يا كابتن مصلحي ميدو، بينزل أحمد قد، هنشوف مين اللي هيطلع. طلع أحمد صلاح. محمد عبد المحسن، وقت مستقطع للكابتن أحمد عاشور، الوقت المستقطع الثاني أعتقد والأخير في هذا الشوط. الوقت المستقطع، ارسال مع نادي الاهلي. محمد عبد المحسن على الارسال 21-16 في الشوط الثالث حتى الان لصالح النادي الاهلي، فارق خمس نقاط او اربع خمس نقاط لاول مره يتسع الفرق في هذا الشوط بهذا الكم وهذا الكيف. عبد المحسن عرض لك يا عبد المحسن في الشبكه، مش وقتها خالص. 17-21 كانسن اوجباي اللي نزل، كابتن احمد عاشور دايما بنزله في اخر ست سبع نقاط. كانسل سال قوي من كانسل، استقبال من احمد سعيد لاحمد صلاح،
ولكن كره مزدوجه لاحمد صلاح وبيزعق طبعا او بيتكلم مع المحترف الكوبي يوندر جارسيا. كان هيلعبها يوندر ولكن صلاح دخل وما كلموش بعض وفي الاخير يعني مش عايزين لخبطه في الملعب. كابتن ميدو بيكلم مصالح بيكلم يوندر. 18-21 انتهى الوقت المستقى للكابتن ميدو. ارسال مع نادي الزمالك. كانسن وجباي على الارسال. ارسال قوي، استقبال جيد من احمد سعيد. عبد الله، احمد صلاح، يا ولد يا ولد يا صلاح، ولكن تاتش ان داخل الملعب. كره قويه حلوه، ادي محمد مصطفى كامل لعبه اللي خد حائط صد القوي والقوي من الكره القويه من احمد صلاح. و 19-21 بيلعب يا حمد. كانسل اوباي مره ثانيه، استقبال عبد الرحمن الحسيني وجوه الملعب، جوه الملعب، شايفينها جوه الملعب، لكن هنشوف بيطلبوا تشالنج. لو اتعادل هتبان من غير تشالنج ولا حاجه. نشوف هذه الكوره مره ثانيه جوه الملعب، جوه الملعب. نقطه لصالح نادي الزمالك 20-21. هذه الكوره مره ثانيه قدام حضراتكم. طلعت حسيني شفقة قوية في حد الصد. طبعا ما شفناهاش من هنا، لكن في التشالنج جت بانت ان هي جوه الملعب. نشوف. كرة جوه الملعب، بول ان. وفي الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك 20-21. كانسل أوكباي للمرة الرابعة على الإرسال. 20-21 حصل تغيير، احمد سعيد خرج. مش عارفين مين اللي نزل، هنشوف ونتابع مع حضراتكم. كانسن سال قوي واستقبال خاطئ من لويجي ارندازو. لويجي اللاعب المحترف الايطالي. 21-21 تعادل. الحقيقه النادي الاهلي بيفرط دايما في اخر النقاط، ليه؟ انا مش عارف. مش ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. نتمنى ان يعود النادي الاهلي ويفوز بهذا الشوط. يوندر جارسيا او كانسن اوباي المحترف التركي باصول نيجيريه. كابتن ميدو يطلب الوقت المستقطع. اعتقد الثاني والاخير دي في الشوط ده. سعيد مكان لويجي مرة ثانية. كابتن محمد منير بيبلغ كابتن ميدو انه مفيش وقت مستقطع ثاني. ده آخر وقت مستقطع. استقبال من الحسيني. أحمد صلاح يخلص الكورة. 22 أهلي، 21 نادي الزمالك. يلا صلاح. إرسال مع أحمد صلاح. نازل احمد يوسف عفيفي وخارج كانسن اوباي. عمل اللي عليه اللي طلبه منه الكابتن احمد عاشور. احمد صلاح ارسال. سهل ويعدي. ياسين لعبه
بيتحط الصد رمضان ياسين مره ثانيه للعبه يسقط الكره ولكن حاط صد صاحي محمد عادل يطلع رضا هيكل يحطها وتلمس ايد حاط الصد محمد عادل وتخرج خارج الملعب و22 22 شبه ارسال احمد سعيد استقبال عبد الله احمد صلاح والمره دي في ايد حارس الصد وخارج الملعب في ايد لعبه وتاتش اوت و23 الاهلي و22 الزمالك. عبد الرحمن الحسيني على الارسال للنادي الاهلي ارسال يعدي يبقى مش مظبوط لعبه ياخد الكره لكن مزنوقه وفي الاخير ما يعرفش يعديها ما فيش تصرف ونزل على رجل اعتقد عبد الله بدون قصد يعني وان شاء الله سلامات لعبد الله ما فيش حاجه وسلامات ايضا للعبه جيم بوينت لصالح النادي الاهلي نتمنى الشوط ده اهلاوي ان شاء الله. عبد الرحمن الحسيني يفرق كتير مع النادي الاهلي الشوط يلا حسيني خارج الملعب من حسيني 23 24 رضا هيكل ارسال وما زلنا جيم بوينت لصالح النادي الاهلي هيكل في الشبكه ومبروك للنادي الاهلي الشوط الثالث هيفرق كتير مع النادي الاهلي الشوط الثالث 2-1 في الاشواط حتى الان لصالح نادي الزمالك شوط اول وثاني 25 20 و 26 24 شوط ثالث لصالح نادي الاهلي 25 23 مشاهدينا الكرام في انتظار بدايه الشوط الرابع انتظرونا مشاهدينا الكرام في بدايه الشوط الرابع نتمناه شوط رابع اهلاوي ونحتكم للشوط الخامس هنتابع ونشوف مع حضراتكم ايه اللي هيحصل في الشوط الرابع. نادي الاهلي على اليمين الشاشه ونادي الزمالك على يسار الشاشه والارسال مع نادي الزمالك هيكون مع مصطفى ابراهيم دبشه اللي نزل اعتقد مصطفى ابراهيم دبشه لاعب نادي الزمالك ترى كابتن ميدو هيعمل ايه مع هو واللاعبين في هذا الشوط هنتابع مع حضراتكم بداية الشوط الرابع سعيد بيطلب ميه محمد مجدي على الارسال
دبشه كان واقف بس معاه كده لكن ما نزلش. محمد مجدي لنادي الزمالك. استقبال من النادي الاهلي. عبد الله بيعدل الكره لاحمد سعيد يطلعها رضا هيكل. تاني وحشه قوي اعتمدوا على بعض. نشاط شد واقف تحت الكوره ما اداش فرصه لياسين انه يلعب الكوره وفي الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام على الارسال. واحد لا شيء. عبد الله ارسال قوي استقبال من رضا ياسين لرضا هيكل وجوه الملعب من رضا هيكل في اخر الملعب في مركز واحد خلف عبد الله اللي يعني ما قدرش يعمل لها حاجه من سرعه الكوره. واحد واحد. ياسين محمد على الارسال. معد نادي الزمالك اللاعب الصاعد الواعد ياسين. استقبال من عبد الرحمن ياخدها مرة تانية. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الرحمن. كرة ارتكاز من الستاند الاوف يطلع يحط كرة حلوة قوي بعد ما اداها له عبد الله من المنطقة الخلفية داخل الملعب ياخد بيها نادي الاهلي النقطة رقم 2 وياخد احمد سعيد الارسال. احمد سعيد. استقبال من احمد يوسف مش مظبوط يطلع يشوطها للمرة التانية. عبد الرحمن الحسيني هو جوه الملعب تيجي في ايد حائط الصد وتخرج وثلاثة واحد. بداية موفقة حتى الآن للنادي الأهلي. أحمد سعيد. سال سهلة لأحمد يوسف لياسين يحطها لرشاد شبلي يحطها من جنب ايد أو تيجي في ايد محمد عادل وتنزل تحته ونتيجة تقدم النادي الأهلي 3-2. أحمد يوسف على الإرسال. سال قوي استقبال من أحمد سعيد لعبد الله العادل يحطها تيجي في إيد رشاد شبلي تاتش أوت ياخد بيها النادي الأهلي نقطة رقم 4. أيوة كده رجالة نصحى شوية بقى في الملعب. 4-2. يلا يا دولا خد النقطة والإرسال. محمد عادل. رضا استقبال لياسين لرشاد يحطها قوية لكن ترجع تاني لنادي الزمالك لرضا لياسين للعبة ويا ولد يا لعبة قوية من فوق يتحقق الصد داخل الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك. ياخد رشاد شبلي الإرسال بعد كرة لعبة القوية اللي فاتت وثلاثة أربعة. رشاد يلا رشاد من الجانب الايسر من الملعب استقبال من الحسيني لعبد الله لاحمد سعيد ولا ليه عبد المحسن يطلع يحطها داخل الملعب ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 5. 5-3. واحمد صلاح على الارسال. احمد صلاح الشبكه وتعدي يطلعها احمد يوسف لرضا. رضا هيكل ولكن حائط صد قوي من عبد المحسن داخل الملعب و6-3 دبل سكور. 6-3 في الشوط الرابع حتى الان للنادي الاهلي. احمد صلاح ما زال على الارسال. لسه محمد عصران اصابته تقريبا خبط في دماغه في الارض وهو بيعمل بيطلع بيطلع الكره اللي كانت قويه اللي فاتت وجت حائط صد حاول عليها. هارد لك عصران ان شاء الله بالشفاء. مره ثانيه احمد يوسف لياسين لرضا هيكل قوية تيجي في صدر أحمد سعيد ولكن في لمس شبكة على عبد الرحمن الحسيني. وادي ادي اللاعب محمد عبد المحسن بيقول له اهدى شوية حاول يعني تفار من رجلك شوية. 4-6. رضا هيكل إرسال. رضا إرسال قوي كان جيد لعبد الله حطها يا ولد يا ولد يا حسين لكن لسه في الملعب. طلعت من رضا هيكل حلوه قوي. مره ثانيه لعبه يطلع احمد صلاح
لعبد الله للحسيني في اتحاط الصد مره ثانيه احمد سعيد لعبد الله عبد السلام احمد هتلعب لعبد الرحمن الحسيني ولكن يطلعها حائط الصد مره ثانيه رضا ياسين لعبه سهله ولكن خارج الملعب من لعبه هنشوف ولا ما سيبش حد بيطلبوا تشالنج ولا بيقولوا في شبكه لو في شبكه انا اللي هقول كابتن اعتقد في لمسه شبكه على عبد الله بس هنشوف نتابع الكره حسبت ايه وفي تشالنج ولا ما فيش ادي الكره ايه في لمسه شبكه على النادي الاهلي اعتقد مره ثانيه كابتن وليد بيقول الكوره لكن عبد الله لمس الشبكه نقطه لصالح نادي الزمالك 5-7 رضا هيكل في الشبكه عفوا 5-6 كده بقى 7-5 يعود ارسال النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني وادي عبد الله طبعا يعني بيعتذر للكابتن وليد الخشن على الكوره اللي فاتت عبد الرحمن الحسيني ارسال استقبال من لعبه يطلع يحطها محمد مجدي داخل الملعب ونقطه لصالح نادي الزمالك 6-7 لعبة إرسال لنادي الزمالك إرسال قوي من لعبة باستقبال من يوندر ويحطها أحمد سعيد قوية داخل الملعب حلوة حلوة من عبد الله لأحمد سعيد وبرافو يوندر طلع كرة ولكن كانت جامدة شوية على عبد الله عبد الله سندها بس لأحمد سعيد يطلع يحطها قوية من مركز 4 في آخر الملعب ياخد بيها نقطة رقم 8 و 8 6 وياخد محمد عبد المحسن الإرسال لنادي الأهلي. عبد المحسن استقبال من محمد رضا لياسين لأحمد يوسف حطها حلوة قوي قوي ولكن ترجع تاني لنادي الزمالك لياسين مرة تانية والمرة التانية حطها لسه في الملعب هتعدي تلعب لنادي الزمالك تاني كورة لأحمد يوسف يحطها قوية في اتحاد الصد جوه الملعب ولا خارج الملعب؟ جوه الملعب، أنا شايفها جوه الملعب. 9 الأهلي 6 الزمالك. ما تبانش إن الكاميرا دي بانت جوه الملعب. جوه جوه ده جوه بكتير يعني. كابتن أحمد عاشور بيطلب تشالنج. لكن هيخسر التشالنج كابتن عاشور لأن الكورة جوه الملعب إحنا كلنا شايفينها. لمسه الخط كره جوه الملعب فعلا ونقطه لصالح النادي الاهلي محمد عبد المحسن على الارسال استقبال من محمد رضا لياسين لاحمد يوسف بيتحط الصد برافو ياس برافو احمد سعيد مرة تانية ياسين لأحمد يوسف مرة تانية إيد مرة تانية محمد عادل ويحطها حلوة في إيد حارس الصد نادي الزمالك المرة دي عبد الله أحمد صلاح ويخلص أحمد صلاح أحمد صلاح المنقذ والمخلص وكورة قوية حلوة قوي قوي من أحمد صلاح ومن عبد الله ياخد بيها النادي الأهلي نقطة رقم 10 10 6 عصران الحمد لله تمام وبخير مفيش أي حاجة. في طالبين تشالنج تاني بس مين مش عارفين أو على إيه.
الهاند الاخير بتاع احمد عاشور. معداش عن صلاح. ياخد نقطة لصالح النادي الأهلي. يخلص أحمد عاشور التشالنج بتاعه بتغييرين أو تغييرات في نادي الزمالك. إرسال مع النادي الأهلي. محمد عبد المحسن. استقبال من محمد رضا لياسين. اعداد خالص رضا هيكل قويه ولكن تلمس ايد مين؟ تلمس ايد عاطف الصد ولا عبد الرحمن السعودي او عبد الرحمن الحسيني. الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 7-10. لمست ايد مين؟ مش عارفين. محمد بجدي على ارسال لنادي الزمالك. استقبال اعداد وحلوه حلوه حلوه حلوه. كره استقبال من عبد الرحمن سعودي لعبد الله عبد السلام يعلقها لعادل يطلع يحطها داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 11 و11 7 والارسال مع عبد الله عبد السلام. عبد الله. استقبال من محمد رضا لياسين ليه كانسن اوباي وخارج الملعب و12 7. نزله بدري المره دي احمد عاشور. كانسن اوباي عبد الله عبد السلام على الارسال. استقبال من كانسن لياسين لكانسن مره ثانيه وحائط صد جيد حلوه قوي قوي. محمد عادل دولا ياخد النقطة رقم 13. حائط صد قوي حلوة قوي من محمد عادل على كانسن. و13 7 وعبد الله ما زال على الإرسال. نزل اللاعب رقم 7 لنادي الزمالك محمد محمود عفيفي سنتر بلوك اعتقد نازل مكان رشاد. عبد الله استقبال جيد اعداد كانسل في مركز 4 قويه ولكن خارج الملعب. و14 الاهلي 7 الزمالك. دبل سكور دبل سكور. هنشوف شوط خامس ولا ايه؟ عبد الله الشبكة من عبد الله هارد لك 8-14 ما زال الفارق 6 نقاط. ياسين إرسال استقبال من يوندر مرة ثانية. ياسين محمد رضا رضا هيكل حطها قوية ولكن دفاع جيد يحاول يطلعها عادل ويطلع معاه حائط صد. مين اللي طلع؟ محمد محمود عفيفي ولا رضا هيكل؟ وفي الأخير تيجي في إيد حائط صد نادي الزمالك يخرج خارج الملعب و15 8. أحمد سعيد إرسال قوي استقبال جيد اعداد من ياسين خلفي في مركز 2 لكانسن
مره ثانيه عبد الله احمد صلاح، ولكن بيتحط الصد رضا هيكل وخارج الملعب، ونقطه رقم 16 لصالح النادي الاهلي. 16-8 احمد سعيد ما زال على الارسال. جوه الملعب واسم الارسال لاحمد سعيد. يا ولد يا ولد، كره قويه حلوه من احمد سعيد، ياخد بيها النقطه رقم 17-8. 9 نقاط، هنشوف النادي الاهلي هيفوز بهذا الشوط ان شاء الله، وهيفوز بالشوط الثاني ان شاء الله. احمد سعيد، وقت مستقطع لاحمد عاشور لنادي الزمالك. انتهى الوقت المستقطع، واحمد سعيد على الارسال. 17-8 الشوط الرابع لصالح النادي الاهلي، و2-1 الاشواط لصالح نادي الزمالك. سعيد استقبال من كانسين مش مظبوط، يطلع يخلص الحسيني على الشبكه، ياخد بيها نقطه رقم 18. 10 نقاط فارق في الشوط الرابع حتى الان لصالح النادي الاهلي. احمد سعيد ما زال على الارسال. ارسال قوي من سعيد، استقبال من محمد رضا الياسين، يطلع يحطها. مين اللي نزل ده؟ ده سيف عابد، تيجي في حاله الصد وتنزل داخل الملعب. و19-8 بيحاول على قد ما يقدر احمد عاشور. الوقت المستقطع الثاني اعتقد الاخير كمان لاحمد عاشور. العوضي مدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي. يلا سعيد. احمد سعيد ارسال و19-8. سهل الارسال، كانسل ياسين لكانسل مره ثانيه يحطها، لكن برافو محمد رمضان لعبد الله عبد السلام سريعه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا دولا، ساقط الكره حلوه قوي من فوق ايد محمد محمود عفيفي اللاعب البديل لرشاد شبل، ياخد بيها النقطه رقم 20. احمد سعيد استقبال من كانسل لياسين لكانسل مره ثانيه، بيتحط في الصد، لكن برافو سعيد مره ثانيه لعبد الله ويل المره الثانيه، لكن لسه في الملعب. ثاني كوره سيف، يطلع حائط صد مع احمد صلاح. كانسل وحشه قوي مزنوقه، ولكن سيف عابد يخلص الكوره، وعبد الله بيكلم كابتن وليد الخشن على الكوره اللي فاتت، بيقول له انها مزدوجه. هنشوف، لا مش دي اللي قبليها، لسه اللي قبله. و29 في الشوط الرابع. كانسن على الشبكه، او كانسن على الارسال، كانسن اوف باي. ارسال قوي من كانسن، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، يعدي ومصطفى دبشه ما كانش متوقع الكوره، بيطلعها بره، تيجي فيه وتخرج خارج الملعب. 21-9 محمد عادل.
زي ما قلت لحضراتكم الاهلي في طريقه لحصد الشوط الرابع والتعادل 2-2 في المباراه. سيف عابد في حائط الصد محمد عبد المحسن و22 الاهلي 9 الزمالك. شوط يعني حتى الان وان سايد جيم من النادي الاهلي، نتمنى انه ينتهي على خير. محمد عادل على الارسال بعد حائط الصد اللي فات. استقبال من مصطفى دبشه ياخدها مره ثانيه. دبشه يجي فيه احمد سعيد تخرج خارج الملعب، لو سابها كانت طلعت بره الملعب، ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 10-22. محمد محمود عفيفي على الارسال، وشايف المهدي نزل مكان محمد مجدي. محمد محمود عفيفي ارسال لنادي الزمالك 10-22 لصالح النادي الاهلي. استقبال من حل حسيني لعبد الله ويحطها يا ولد يا محمد يا عبد المحسن، يحطها داخل الملعب 23-10. نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الرابع، و لكل مقام مقال ولكل حديث مقال. الشوط الخامس هيبقى ليه كلام تاني. احمد صلاح ارسال، صلاح جبال من كانسل مش مظبوط لسيف، هيعديها سهله ياسين. يلا عبد الله يطلع يحطها على طول. احمد سعيد في ايد حائط الصد، محمد المهدي اول كره يلمسها 11-23. سيف عابد على الارسال لنادي الزمالك، اللاعب رقم 14 سيف حسن عابد. ارسال قوي لبان احمد سعيد، ويطلع عبد الله يا ولد يا عبد الله يا ولد. حائط صد على المهدي اللي كان طالع اصلي ايضا حائط صد، ولكن تخبط الكوره في ايده وفي ايد عبد الله وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. و24 11 جيم بوينت نقطه الشوط لصالح نادي الاهلي. عبد الرحمن الحسين استقبال من كانسل مش مظبوط مره ثانيه، هيطلع يحطها سيف عابد ويحطها داخل الملعب و12 24 جيم بوينت. مصطفى دبشة على الإرسال، مصطفى إبراهيم الشهير بدبشة، شايف إن شريف الشرقاوي المعد الثاني أو الليبرو الثاني نزل الملعب مكان محمد رضا. مصطفى استقبال جيد من عبد الرحمن الحسيني لعبد الله. أحمد سعيد يخلص، لسه ما خلصش. كانسن ياسين لكانسن مرة ثانية قوية في إتحاد الصد. المهدي ولكن وقف تحت الكرة، زنق الكرة قوي المهدي مرة ثانية مع نادي الأهلي. كابتن مصالحي بيقول نرجع للفار، لكن الفار بعد الكرة ما تقف يا كابتن، مش ساعة الكرة ما تتلعب. ونقطة لصالح نادي الزمالك، وبيطلبوا تشالنج للكرة اللي فاتت. هنشوف النادي الأهلي طلب تشالنج، كان في خطأ على الزمالك، هينهي الشوط نادي الأهلي لصالحه 25-13. وادي احمد سعيد، مجهود كبير من احمد سعيد من اول اللقاء، يريح شويه. كابتن وليد الخشن، ونقطة لصالح النادي الأهلي أعتقد، ولا لسه ولا إيه؟
اعتقد انتهى الشوط لصالح النادي الاهلي 25-13 كده 2-2 وهنلعب الشوط الخامس. عشان كده الكابتن وليد نزل عشان يعمل القرعه في بدايه الشوط الخامس. بدايه الشوط الخامس والحاسم والفاصل والاخير بين نادي الاهلي ونادي الزمالك. اللي هيفوز بهذا الشوط يا اما نلعب مباراه فاصله يا اما نقول مبروك للزمالك. ولكن المواجهات السابقه بين الفريقين في الجوله الثالثه من المرحله الثانيه الاهلي فاز 3-0. في الجوله السادسه من المرحله الثانيه الاهلي فاز 3-1. الجوله الختاميه من دور الترتيبي الاهلي فاز على الزمالك 3-0. ختام الدور الاول من كاس السوبر الاهلي فاز 3 أشواط مقابل لا شيء. نهائي كاس السوبر الاهلي فاز 3-0. الجوله الاولى من نهائي الدوري اللي هي كانت امس الزمالك فاز 3-1. يعني الزمالك فاز في خمس او الاهلي فاز في 5 لقاءات من 6 لقاءات والزمالك فاز بلقاء واحد وده اللقاء السابع بين الفريقين. واذا كان في مباراه فاصله هيبقى اللقاء الثامن في هذا الموسم حتى الان غير مباريات الكاس اللي لسه هتتلعب الاسبوع القادم او اللي بعد القادم. هنشوف الارسال مع مين بعد اجراء الكره واعتقد مع عبد الله عبد السلام مع النادي الاهلي في بدايه الشوط الثالث. تفكير النادي الاهلي بدون تغيير في الشوط اللي فات او الشوط الرابع. واعتقد نادي الزمالك هنشوف اذا كان في تغيير ولا لا. شايف نفس الفرقه محمد محمود عفيفي كابتن وليد في انتظار اشاره كابتن محمد منير لبدء الشوط الخامس. طلع بالسلام على الارسال للنادي الاهلي وعلى بركه الله بدايه الشوط الخامس. خارج الملعب من عبد الله 1-0 لنادي الزمالك. اذا حصل فارق في الشوط بين الفرقتين صعب التعويض سواء لكل الاهلي او للزمالك. ياسين محمد عبد الرحيم على الارسال وادي كابتن احمد صلاح مركز مع الارسال. ياسين باستقبال من جارسيا. يا ولد يا عادل يا ولد يا عادل حط كرة حلوة قوي 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 داخل الملعب بإيده كده برست إيده وهو نازل. النقطة الأولى لصالح النادي الأهلي. أحمد سعيد ارسال سهل لاحمد يوسف لياسين لاحمد يوسف مره ثانيه محطها قويه لرب رمضان واقف صح رمضان لعبد الرحيم الحسيني. يا ولد يا ولد يا ولد عبد الرحمن الحسيني يحط الكوره في ايد حائط الصد وتلف على ايد حائط الصد كده وتنزل وراه واثنين الاهلي 1-0. احمد سعيد ارسال قوي استقبال من محمد رضا لياسين لرضا هيكل يحطها قويه برافو محمد رمضان يطلع يحطها احمد صلاح. يا ولد يا ولد يا صلاح يزق الكوره بوش كده بايده حلوه ياخد بيها النقطه رقم 3-1. شكرا لحضراتكم من ادي الكابتن خالد العوضي بيشجعهم. قلت لحضراتكم من بدايه الشوط او من نهايه الشوط الثالث اللي بعد الاهلي ما فاز ان الشوط الرابع الاهلي مركز اكتر والخامس مركز اكتر واكتر عشان ما يخليش اللقاء او البلاي اوف ينتهي بهذه الطريقه. 2-3 واحمد يوسف عفيفي على الارسال لنادي الزمالك.
كرة قوية يوندر جارسيا، عبد الله يا ولد، لا يا ولد يا ولد، لكن برافو عبد الله، طلعها ياسين لمحمد محمود عفيفي اللي يطلع يشوطها او ياخدها منه محمد عادل وياخد الارسال، و4 2. برافو يا دوله. يلا رجاله، يلا يا حوش. عادل، محمد رضا، ياسين للعبه خارج الملعب، ونقطه وخمسه اثنين. قربت يا اولاد، قربت. وقت مستقطع لاحمد عاشور. ارسال مع نادي الاهلي. خمسة اثنين الشوط الخامس، واثنين اثنين في الاشواط. محمد عادل ما زال على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من محمد عفيفي، تاتش في حائط الصد وخارج الملعب من لعبه. ثلاثة ستة، ثلاثة خمسة. محمد محمود عفيفي على الارسال. لاعب النادي الزمالك رقم سبعه. استقبال من يوندر جارسيا، عبد الله عبد السلام، وحلوه في المنطقه الخلفيه ولكن لسه في الملعب. يحط كره قويه حلوه، تاتش اوت من لعبه في ظهر احمد صلاح، واحمد صلاح بيقول لهم لا الكره سليمه ما فيهاش حاجه. كان في اعتراض قبل الشوطه ولكن صلاح قال لهم ان الكوره ما فيهاش اي حاجه. واربعه خمسه، محمد محمود عفيفي ما زال على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من جارسيا لعبد الله لاحمد سعيد. يا ولد يا ولد يا سعيد، يا ولد يا ولد، بدون حائط صد من عبد الله لاحمد سعيد. حلوه قوي 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 من عبد الله بخبره سنين عبد الله عبد السلام في الملاعب. ياخد بيها كوره يحطها حلوه قوي لاحمد سعيد من منطقه خلفيه من مركز سته. طاير 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 الفتى الطائر، يحط كوره حلوه قوي 6 4 وياخد احمد صلاح الارسال للنادي الاهلي. احمد صلاح، استقبال من يوسف عفيفي، تاني كورة اهي. رضا هيكل يحطها جوه الملعب. رضا، وادي احمد سعيد بيقول ان الكورة جوه، وكمان عبد الله بيقول ان الكورة جوه. هي دي اخلاق الفرسان واخلاق الكرة الطائرة. خمسة ستة، رضا هيكل ارسال. ارسال قوي، استقبال من يوندر جارسيا. عبد الله عبد الرحمن الحسيني يا ولد، تاتش اوت في حائط الصد وخارج الملعب في ايد محمد مجدي اعتقد. ونقطه وسبعه خمسه، نقطه ونغير الملعب عند النقطه ثمانيه. تغيير بدون توقف. عبد الرحمن الحسيني على الارسال لنادي الاهلي. استقبال من لعبه، ياخدها تاني لعبه من ياسين، ولكن حائط صد جيد حلوه حلوه من محمد عبد المحسن، ياخد بيها نقطه رقم 8 ويغيروا الملعب. يلا رجاله. توقف، ارسال للنادي الاهلي. 8 5. عبد الرحمن الحسيني.
ارسال استقبال من لعبه لياسين للعبه مره ثانيه، ثاني مره في حاله الصد، برافو رضا. ياسين للعبه مره ثانيه لكن قصيره ويخبطها في ايد عبد الله وتخرج، وزعلان عبد الله على الكره اللي فاتت دي. هارد لك يا عبد الله. 6 8 ياخد لعبه الكره والنقطه والارسال لعبه. كابتن مصلحي بيقول ان هيعمل تشالنج بس ليه انا مش شايف او مش عارف. هنشوف ونتابع منتظرين. لمست ايد عبد الله بيقولوا، وطبعا باينه ان هي لمست ايد عبد الله وخرجت، بس كابتن ميدو لمست كابتن ميدو بيقول انها ما لمستش، ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك. لمست ايد عبد الله وهي خارجه، وعشان كده عبد الله كان متضايق وزعلان. تاتش ثمانية. محمد مصطفى كامل لعب على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال من أحمد سعيد لعبد الله، أحمد سعيد مرة ثانية تاتش في حائط الصد وخارج الملعب. وتسعة ستة خلاص يا كابتن ميدو، خلاص الكره عدت وانتهت وكانت باينت في التاتش او في التشالنج. نركز في الملعب يا كابتن ميدو عشان ما يطلعش مننا او يعني يفلت مننا الملعب. يلا يا ميدو اكبر من كده بكتير. محمد عبد المحسن استقبال مش مظبوط من اللعبه. رضا هيكل لاحمد يوسف في مركز اربعه، هو في حائط الصد. تاني كوره لعبه لرضا هيكل، هيعديها سهله حلوه رضا قويه، تيجي في ايد احمد صلاح وتخرج خارج الملعب. و7 9 يحل الكره الحلوه بنقول عليها حلوه. محمد نرجع الارسال لنادي الزمالك. 7 9 استقبال من الحسيني وحلوه من احمد سعيد قويه، تيجي في ايد اعتقد محمد مجدي تخرج خارج الملعب. و10 7 يقترب النادي الاهلي من الفوز باللقاء. عبد الله عبد السلام على الارسال. استقبال من لعبه لياسين لرضا هيكل قوية حلوة، تيجي برافو عبد الله، طلع كرة حلوة قوي عبد الله عبد السلام. مرة ثانية أحمد صلاح في حائط الصد، رضا هيكل، ياسين لأحمد يوسف عفيفي، برافو برافو محمد رمضان. تاني أحمد سعيد، لكن الكرة ما تعديش من أحمد سعيد، ما تعديش يا أحمد. هنشوف ونتابع، هنشوف هيعمل إيه. كابتن ميدو هيطلب تشالنج ولا لأ؟ طلب تشالنج، بس إحنا شايفينها من هنا ما طلعت، يعني ما لمستش حد على يا احمد جت في الشبكه. هنتابع ممكن نشوف، احنا نظرنا يخدعنا، ولكن هنتابع مع حضراتكم التشالنج. لا مسيت اعتقد ايد حد من لاعبي نادي الزمالك. لا مسيت برافو ميدو، نقطه لصالح النادي الاهلي. 11 8 لمست تاتش فعلا. كرة معادة 10 8 الكرة كانت جنب كابتن وليد الخشن. كرة معادة 10 7 عبد الله على الإرسال.
خارج الملعب من عبد الله 8 10 ياسين محمد على الارسال تعدي كوره عبد الرحمن الحسيني عبد الله احمد سعيد بيتحط صد رضا هيكل ياسين رضا مره ثانيه في مركز اثنين يطلع شوط طويل الشمال وتعدي سهله لياسين لعبه لياسين لاحمد يوسف في مركز اربعه حائط صد جيد من عادل تاني كرة مع ياسين لرضا هيكل يحطها يا ولد يا ولد يا عادل يا ولد يا دولة حائط صد يعني سادد الشبكة على رضا هيكل و11 8 أحمد سعيد على الإرسال برافو يا دولة الكرة اللي فاتت لعبة في إصابة قاعد على الأرض هنشوف سلامات ان شاء الله جهاز الطب لنادي الزمالك بيشوف لعبه اعتقد الكابتن عاشور ممكن يغيره في شد في العضله هيكمل محمد مصطفى كامل 11 8 اربع نقاط فارق او ثلاث نقاط فارق واربع نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز بهذا اللقاء والاحتكام للمباراه الفاصله غدا ان شاء الله احمد سعيد استقبال من احمد يوسف عفيفي ياخدها مره ثانيه في مركز جيل بيتحط الصد وبرافو احمد صلاح يعني كرة تعدي سهلة من أحمد سعيد لأحمد يوسف عفيفي لياسين ليه حلوة حلوة لرضا هيكل يخلص الكورة 9 11 لسه 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 شوط فيه لسه شوط فيه أحمد يوسف عفيفي على الإرسال لنادي الزمالك وقت مستقطع عليه كابتن ميدو من عادل ياخد بنقطة رقم 12 و 12 9 يلا رجالة وقت مستقطع تاني يمين اعتقد لأحمد عاشور مدير فني او مدرب نادي الزمالك محمد عادل يلا دولة سال جيد من عادل استقبال من محمد رضا لياسين للعبة يحط الكرة لكن برافو عادل مرة تانية ديفنس جيد من عادل ياسين لعبة مرة تانية ويحطها المرة دي لعبة جنب محمد عادل لكن بيطلب محمد أو عبد الرحمن الحسيني تشالنج ليه برضه مش عارف يقول رجله عدت رجله بعدت جوه ولا رجل ياسين هنشوف
رجلي مين اللي عدت؟ نكمل الكوره، نكمل الكوره عشان نشوف لو لامس الخط مش هتبقى عدت. اعتقد من هنا ما تبانش، من هنا ما تبانش. نشوف القرار ايه. عدت كده 14. له خطا، لامس حته من الخطا، مفيش خطا. في تلامس مع الخط. في الأخير نقطة لنادي الزمالك. يلا شباب، يلا يوسف. نشوف ايه القرار، لحد دلوقتي لسه مش عارفين. كلام ولغط كتير في الملعب. يطلبوا ترتيب الدوران في ملعب النادي الاهلي. نقطة لنادي الزمالك في الاخير، ولا ايه الوضع بالظبط؟ شايف بيستدعي لا كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد يوسف كابتن فريق نادي الزمالك. في الاخير نقطة لنادي الزمالك 10 12. ونزل محمد محمود عفيفي. عفيفي 12 10. صعب مباراة صعبة. استقبال مش مظبوط من يوندر جارسيا، يعدلها عبد الله وتعدي سهل نادي الزمالك. احمد يوسف، ياسين، رضا هيكل، يحطها جوه الملعب. 11 12 بدايه من استقبال خاطئ من يوندر جارسيا. 12 او 11 12 يقترب نادي الزمالك من النادي الاهلي، بعد ما كان النادي الاهلي متفوق بفارق ثلاث او اربع نقاط، في بعض الاحيان اربع نقاط وفي بعض الاحيان ثلاث نقاط، اصبح الفارق نقطه واحده. محمد محمود عفيفي. دم الله عفيفي، دم الله. واستقبال خاطئ مرة ثانية من يوندر جارسيا، والتعادل 12 12. خطأين متتاليين من يوندر جارسيا، ولكن الخطأ الثاني أفضح من الأولاني. الأولاني لحقه عبد الله. أعتقد إنه هينزل رمضان. كابتن مصالحي وقت مستقطع طلبه كابتن ميدو. فعلا طلع يوندر جارسيا ونزل رمضان. انتهى الوقت المستقطع. محمد محمود عفيفي على الارسال لنادي الزمالك، والتعادل 12 12 في الشوط الحاسم والفاصل في هذا اللقاء اللي عدد نقاطه 15 نقطه فقط لا غير. ارسال استقبال من احمد سعيد لمحمد عبد المحسن لاحمد صلاح، يرجع تاني احمد يوسف لرضا هيكل. لعبه في قاعه الصد، ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح. حائط صد قوي من محمد عبد المحسن وصلاح، ونقطة لصالح النادي الأهلي 13 12. هيعدي يا يوسف، هيعدي يا يوسف.
احمد صلاح، احمد صلاح على الارسال 13-12. يلا يا شباب، ارسال استقبال من احمد يوسف عفيفي لياسين للعبه، تاتش في حائط الصد، ولكن برافو صلاح يطلع كوره شبه منتهيه وحائط صد جيد، ولكن لسه الكوره في الملعب والكوره اتحسبت كوره محموله على محمد رمضان، والتعادل 13-13. ما تكلمش انت يا حسيني، في كابتن فريق يتكلم او بيقول له، بيقول كابتن فريق يتكلم، ما تكلمش انت خالص. رضا هيكل، كل اعصابه والكل منتظر نهايه الشوط. خرج ياسين ونزل كانسن اوباي. رضا هيكل ارسال، استقبال من احمد سعيد لعبد الله، حلوه حلوه ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن الحسيني. 14-13 ماتش بوينت لنادي الزمالك. كره المباراه في اعتراض من لاعبي النادي الاهلي، الكوره لمست حد بيقول له عايز تشارك ولا مش عايز، قال له لا خلاص انت خدت الاثنين بتوعك مالكش اصلا. كابتن ميدو، طب نشوف الكرة في الإعادة يا جماعة، نشوف الكرة في الإعادة. هبان كلام كتير، كلام كتير. 14-13 كابتن محمود جمعه محتج على طاوله التسجيل، وده مش كويس مش صح. رضا هيكل ارسال، استقبال من احمد سعيد لعبد الله، هيخلص هيخلص الحسيني المره دي، ولكن يخلص في ايد حائط الصد لاعب رقم 15 محمد مجدي، ويفوز نادي الزمالك بهذا اللقاء بنتيجه 15-3-2، ويفوز بالدوري العام موسم 22-23. ثلاث اشواط مقابل شوطين للنادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، حظ اوفر في كاس مصر ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، سعدت بصحبتكم وكان معكم محلكم الرياضي حمدي السيد، والى لقاءات اخرى قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.